انا طول عمري والله والله طول عمري ايه ايوه ادفع لها 100 كمان مش مصطفى بجد والله اصلا ما اسمك اصلا ما يمكن لا صدقني ما انا ابوك وانديكي بعدين انا لو ما بداتش بسرعه وخلصت بسرعه هيبقى في ضحايا ساعدوني ان احنا نخلص بسرعه ساعدوني ان احنا ننهي الحصه دي على خير باقل عدد ممكن من الضحايا هو فيها شابتر 3 يلا يا ولاد شابتر 3 عنوانه ريترو فايروس ريترو يعني ريفرس يعني راجع ريترو يعني راجع بظهر ريترو يعني جاية من ريترو جريد يعني خلفي ريترو لما اقول كلمة ريترو جريد يعني للخلف فريترو يعني حاجة راجعة في اتجاه عكسي طب ترجع في اتجاه عكسي ازاي هتفهموا القصة دي لما نراجع بسرعة يعني ايه ترانسكريبشن الترانسكريبشن يكون عندك دبل ستراند الدي ان ايه في فردة بوزيتيف وفردة نيجاتيف لما نستغل الفردة النيجاتيف من الدي ان ايه ان احنا نقراها بواسطة دي ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليميريز اللي هو اسمه ترانسكريبتيز نقوم نصنع ستراند يكون بوزيتيف سينس ويتسمى ميسنجر ار ان ايه الشغل في الاتجاه ده اسمه ترانسكريبشن لما اقرا دي ان ايه واصنع ميسنجر ار ان ايه اسمه ترانسكريبشن عمليه النسخ طب لو عكست القصه بصوا كده لو قريت دي ان ايه وصنعت فرده قريت ار ان ايه وصنعت منه دي ان ايه يبقى انت عكست الوضع اللي معروف يعني عملت عكس الترانسكريبشن الانزيم اللي مسؤول عن هذه القصه يبقى اسمه ريفرس ترانسكريبتيز انزيم وهو مسدود برمز ار تي يعني ريفرس ترانسكريبتيز انزيم يبقى لو انا عندي الجينوم بتاعي ار ان اي كما هو الحال في هذه العيله وعندي انزيم اسمه ريفرس ترانسكريبتيز يعني ممكن ابص على الار ان اي واروح قريه واروح عامل كومبلمنتري ستراند يقوم يبقى دي ان اي يبقى انا عكست المعروف بالترانسكريبشن يبقى عملت ريفرس ترانسكريبشن عشان كده تسمى ان انا بعمل حاجه كاني راجع بظهري كاني بعمل حاجه عكسيه ها فتسمت العيله ريترو عشان كده يبقى عيله الريترو فيروس اتسمت كده عشان عندها انزيم اسمه ريفرس ترانسكريبتيز يعني يقدر يحول الار ان اي جينوم بتاعهم الى دي ان اي جينوم ادي المعنى بمنتهى البساطه كويس افراد العيله تنقسم العيله او العيله بتشمل اثنين جنرال يعني فرعين في العيله الفرع الاولاني اسمه لينتي فايرين انت لو تفتكر العيله دي انا جبت سيرتها مره في في الريبليكيشن بتاع الفيروس في الفيرال ريبليكيشن في اول شابتر في الجنرال لما قلنا الفيرال ريبليكيشن هيعتمد على نوع الجينوم بتاعه وخدنا خمس احتمالات لو تفتكروا لو دي ان ايه فيروس هيعمل ايه ولو دبل ستراندد ار ان ايه يعمل ايه فاكرين لما قلنا لو سنجل ستراندد اوف ذا بوزيتيف سينس هيعمل ايه كان معظم الفيروسات يشتغلوا بنفسهم از ميسنجر ار ان اي الا العيله دي اللي هي لما جينا نقول لها اشتغلي بنفسك كمسر قالت لك انا انت مش عارف بتكلم مين ها انت بتكلم عيله الريترو فايروس هي دي اللي ما كملش علامه في العيله دي بيعمل تيومرز فاكرين التعبير ده؟ يبقى في فرع هنا بيعمل تيومرز هنشوفه طب واللي كمل علامه بيعمل ايدز ادي فرعين العيله تعالى نتعرف عليهم في الجدول اللي في اول شابتر عندك اهو الفرع الاول من العيله اسمه لينتي فيروس يعني فيروسات قادره على انها تقعد ليتنت في الجسم بتعمل سلو فايرال انفكشن ديز ار سايتوسايدال سايتو يعني خليه وسايدال يعني قاتل يبقى دول عكس الهيباتايتس فاكرين الهيباتايتس بي ما كانش سايتوسايدال فاكرين الهيباتايتس بي لما قلنا الحصه اللي فاتت انه لينفوتروبيك صحيح يعني بيحب الهيباتيك سيلز لكنه مش سايتوسايدال مش سايتوليتيك ما يعرفش يكسر الخلايا
وسالت لكم سؤال، امال مين اللي هيكسر الخلايا؟ وطلع مين اللي بيكسرها؟ سيل ميديتد اميونيتي انتيليوم تي سايتوكسيك. لا ده بقى سايتوسايدر، مش محتاج حاجه تكسر له حاجه، هو هيربكيت جوه الخليه ولما يحب يكسرها هيكسرها، يبقى سايتوسايدر فيروس. مين هم؟ الاتش اي في، واكتشفوا منهم نوعين 1 و 2 يعني هيومن اميونو ديفيشنسي فيروس نمره 1 اللي اكتشف سنه 83، ونمره 2 اللي اكتشف بعديه بثلاث سنين سنه 86. الاثنين بيعملوا مرض اسمه الايدز، من صفاته بانهم سايتوسايدال فيروسز، ها بيعملوا سلو فايرال انفكشن. ودي قلناها برضو الملحوظه دي، يعني ايه سلو فايرال انفكشن؟ اهي يعني عنده فيري لونج انكيوبيشن بيريد، عارفين تصل الى قد ايه؟ من 7 ل 10 سنين. برافو عليك، تمام. وبعدين يعملوا ايه؟ سلولي بروجريسيف ديزيز، بس زي ما المثل الانجليزي بيقول سلولي بات شورلي، يعني ياخدوا فيري لونج انكيوبيشن بيريد، بس وانس المانيفستيشنز بدات هيبقى فيه ايه بقى؟ هيبقى فيه فيتال اوت كم، يعني يوجوالي هيبقوا فيتال لانهم بيصيبوا السي ان اس وبيعملوا المرض المعهود بالايدز زي ما هنشوف دلوقتي التفاصيل. الفرع الثاني من العيله اللي هو بيعمل تيومرز ده اللي ما كملش علامه بقى، بعد ما ياخد الار ان اي بتاعه الخليه دي ان اي يوم ينتجريت في الكروموسوم بتاع الخليه ويميل انه يعمل لها ترانسفورميشن، يعني يحولها او يحولها الى تيومر سيلز. اشهر فرد في هذه العيله اسمه هيومن تي سيل ليمفوتروبيك فيروس نمره 1. انا في عدد الساعه 11 ونص اللي مش عارف خالص، اقعدي في اي مكان ما عنديش مشكله. هيومن تي سيل، طب يعني نعمل ايه طيب؟ ها الهيومن تي سيل ليمفوتروبيك فيروس يعني فيروس بيحب التي ليمفوسايتس وينتجريت في الكروموسوم بتاعها ويعمل ترانسفورميشن، يعني يحول الخلايا الى تيومرز، يعمل لينفومز زي ما هنشوف مش في الشابتر ده. الفرع ده من العيله ذكرناه دلوقتي، لكن هنتكلم عنه او نجيب سيرته تاني في الشابتر الاخير في الفيرولوجي، الشابتر 17 اللي هيبقى عنوانه اونكوجينيك فيروسز، الفيروسات اللي بتعمل تيومرز، هنجيب سيرته مره تانيه في اخر الفيرولوجي في الترم التاني، وعليكم خير ان شاء الله. في صفاره كده ممكن نغطي المايك سنه. طيب اوكي، ولا نروح للهيومن اميون ديفيشنسي فيروس او ما يعرف بالاتش اي في. اتفقنا ان في نوعين، هيف 1 وهيف 2. هيف 1 اكتشف سنه 83 وهيف 2 اكتشف سنه 86، والاثنين لقوهم بيعملوا الايدز، وان كان في ثلاث فروق بينهم. هيف 1 اخطر يعني مور سيفير، الليتنس بتاعته اقل يعني مرض اخطر، ها وما بيحبش يطول، فالليتن بيريد بتاعته بتبقى اقل، و وايدلي ديستريبيوتد وورلد وايد، موجود في كل دول العالم. امال هيف 2 يفرق ايه عن هيف 1؟ لانها اقل في السيفيريتي، اطول في الليتنسي، واقل او محدود في الجيوغرافيكال ديستريبيوشن. يعني هيبقى للسيفير هيبقى سلولي بروجريسيف، يعني يقعد فتره ليتنت اطول، وهنلاقيه ليميتد شويه في الديستريبيوشن بتاعه ومنتشر اكتر في غرب افريقيا. ايا كان فالاثنين بيعملوا مرض الايدز، والاثنين بيحبوا تارجت مهمه جدا اللي هو التي هيلبر سيلز او ما تعرف بالسي دي 4 بوزيتيف تي ليمفوسايتس. كويس، ادي تركيب الفيروس. الصوره دي مشابهه للي في الكتاب عندك، وهي او هذا الفيروس هو الفيروس اللي مرسوم على جلده الكتاب. تعال اول نشرحه من هنا وبعدين نشرحه من على جلده الكتاب عشان يبقى دايما شعرنا من الجلده للجلده، عشان حتى الجلده شرحناها. النهارده هنشرح الجلده المقدمه، وبعدين في الترم الثاني ان شاء الله علينا الجلده اللي في الاخر باذن الله ان شاء الله، عشان ما يبقاش المنهج كتير عليكم اجلنا الجلده الثانيه. شوف اي خدمه. دي اخر. لا لا لا، هنبص على الرسمه معايا، رسمه سهله قوي. بصوا كده زي ما قلنا في الجنرال فيرولوجي، الفيروس ده انترو، طالما انترو يبقى ادي الانترو اهو من بره، الشكل السفيريكال ده، الخطين التو سفيرز دول، ده عباره عن ليبيد باي لاير او يقولوا عليه لايبوبروتين،
وموجود امبيدد فيه ايه؟ ايه اللي ماسك فيه دوت؟ جلايكوبروتينز. والجلايكوبروتين انا شايف حته بين التو لايرز بتوع الانفلوب وحته بروترودنج اوتسايدر. هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي. يبقى ده الانفلوب ليبيد باي لاير او لايبوبروتين باي لاير، وبيبقى امبيدد فيه وبروجيكتنج منه الجلايكوبروتينز اللي هتساعد الفيروس ان اتاتشمنت، هو هيمسك في السيلز بالجلايكوبروتين سبايكس. في القلب هنا في الشكل اللي عامل السلندريكال ده، الشكل المخروطي او الاسطواني ده، ده الكبسل معمول من بروتين ومرموز له بالرمز B24، البروتين نمره 24. بين الكبسل وبين الانفلوب المكان ده مش فراغ، مش فاضي، المكان ده فيه بروتين اسمه ماتريكس بروتين، وحتى مرموز له بالرمز B17. جوه بقى الكبسل في الكور، الكور اللي معمول من ايه؟ ركزوا معايا كده، ادي فرده وادي فرده، يبقى ايه؟ دبل ستراند، صح؟ تاني معايا، نقول ايه؟ قال له اي هزل دماغه كده موافقه، يهودني راجل مهذب جدا، بلاش الادب الشديد ده دلوقتي، بص كده بقول له ادي فرده وادي فرده، يبقى دبل ستراند، وافقني غلط، رغم وجود فردتين دول مش دبل ستراند ار ان ايه، لانهم مش كومبلمنتري لبعض. امال دول ايه؟ تو ايدنتيكال كوبيز اوف ذا سيم جينوم. يعني الفيروس الجينوم بتاعه سنجل ستراند ار ان ايه موجود في شكل تو كوبيز، نسختين الخالق الناطق، تو ايدنتيكال كوبيز، ومعاهم ثلاثه انزيمز اهو، هنرجع نتكلم بالتفصيل. ادي انزيم اسمه ريفرس ترانسكريبتيز، وادي انزيم اسمه بروتيز، وادي انزيم اسمه انتجريز. طيب ده التركيب العام للفيروس. الصورة مجسمة شوية على جلدة الكتاب، تعال بص عليها. بص على جلدة الكتاب من بره، الجلدة الخارجية. الكفر السفيريكال اللي من الخارج ده الانفلوب. والسبايكس اللي خارجة منه اللي بروترودي ده الجلايكوبروتينز. طيب بص كده جوه في القلب. هتلاقي النيوكليك أسيد. التو ار ان ايه كوبيز اهو. ومعاهم دواير كده، ده الانزيمز الريفرس ترانسكريبتيز، وطبعا مش باين البروتيز والانتجريز. بص بين القلب بين الكور وبين الانفلوب هتلاقي نوعين من الدوائر، نوع ابيض ونوع اسود، صح؟ النوع الابيض للداخل يبقى ده الكبسل او ما يعرف بالكور بروتين او الكبسل بروتين، ده بروتين 24. والاسود اللي براه ده اللي بيملى الفراغ بين الكبسل والانفلوب، يبقى ده الماتريكس بروتين اللي بيرمز بيه بالرمز B17. ده التركيب العام، صح؟ تعال بقى نتكلم بالتفصيل. هنمسك الانفلوب. الانفلوب معمول من ليبيد او من لايبوبروتين، جميل. تو لايرز عشان كده حتى يقولوا عليه انفلوب باي لاير، ماشي. ها امبيدد فيه ايه يا ابرام؟ جلايكوبروتين. والجلايكوبروتين لو رجعت للرسم كده لاحظ انه كان مقسوم حتتين. حته يقولوا عليها ترانس ممبرينس، يعني بين التو لايرز بتوع الانفلوب، ودي يسموها جلايكوبروتين 41. وحته بروترودنج بره كده يقولوا عليها سيرفيس جلايكوبروتين، ويسموها جلايكوبروتين 120. تعال نتكلم عن وظائفهم. الجلايكوبروتين 120 هي اللي مسؤوله عن الادرس او الاتاتشمنت تو ذا هوست سيلز، بتمسك سبيسيفيك ريسبتورز، هنشوف دلوقتي على اني خلايا بالظبط. اما الجلايكوبروتين 41 ده اللي مسؤول عن الفيوجن، زي ما هنشوف دلوقتي في الريبليكيشن بتاع الفيروس ان شاء الله. يبقى ده بروترودنج اوتسايد سيرفيس، ومسؤول عن الاتاتشمنت للهوست سيل ريسبتورز. اما جلايكوبروتين 41 فده امبيدد في الانفلوب نفسه، ومسؤول عن الفيوجن اللي هيحصل بين الفيرال انفلوب وبين الهوست سيل ممبرينز، زي ما هنشوف بالتفصيل حالا. امال الجينوم اللي في القلب تو كوبيز اوف ذا سنجل ستراند ار ان اي، اللي هو معمول من ها بوزيتيف سنجل ستراند، ماشي. التو كوبيز كل واحده فيهم بتحمل ايدنتيكال 9 جينز، يعني الفيروس بجلاله ادرب اللي عامله في الناس ده كلها ما عندوش غير 9 جينز، نعم. وحتى اللي مهمين منهم 3 بس مش التسعه. 3 تيبيكال جينز او اسينشال جينز، و6 يسموهم اكسسوري جينز، يعني بس بيأدوا وظائف اضافيه كده. الثلاثه اسينشال جينز مين؟ تسمع قلت لكم دايما بتوع الجينيتكس كلهم دايما يسمي الجين بحرف او اثنين او ثلاثه على الاكثر. ففي جين اسمه انف جين. يبقى انف ده كريم، يعني ايه؟ يا كريم. انف جاي من انفلوب.
ده الجين اللي مسؤول عن انه يعمل الجلايكوبروتينز اللي شفناها على السطح اهو، بيعمل الاندرو وبيعمل الجلايكوبروتينز اللي موجوده على الاندرو، بس بيعمل الجلايكوبروتين الاول في شكل ايه؟ ماده خام حته كامله كده على بعضها اسمها جلايكوبروتين 160، اللي يحصل لها كليفج وتنقسم الى الجلايكوبروتينز 120 41. طبعا اكيد انت مش شاطر في الحساب، فواحد هيقول ازاي بقى؟ يقول لي حسبه غلط. اقول ازاي؟ يقول لي 160 مش بتساوي 41 زائد 120 مش بتساوي 160؟ ب 161. ايوه يا سيدي، هما اثنين جلايكوبروتين كومبوننتس وهما ماسكين في بعض، يبقى في حته اوفرلاب بينهم. يعني لو انا جبت لك مسطرتين اهو، مسطره طولها 41 سنتي ومسطره طولها 120 سنتي اهو، وكررت احطهم كده على بعض واربطهم هنا، حطيت سنتي من هنا على سنتي من هنا وربطتهم، يبقى التوتال لينس بتاع المسطرتين يبقى كام؟ 160، لان في سنتي مثلا بقى اوفرلاب. فالجلايكوبروتين 160 ده يسموه جلايكوبروتين ها بريكيرسر. بريكيرسر يعني ايه؟ الاصل الاساس اللي هيحصل له سبليتنج او كليفج، اهو لما اجي اكسر او افك هنا وينفصلوا عن بعض تطلع ال 41 لوحدها وال 120 لوحدها. يبقى ادي المقصود بالجلايكوبروتين 160 اللي هو الاثنين على بعضهم لما يحصل لهم كليفج او سبليتنج يدوني 41 و 110. ماشي يا شباب؟ طيب للاسف هذا الجين بيحصل فيه رابيد ميوتيشن، يقوم دائما يؤدي الى ان يبقى عندي جلايكوبروتين 120 يبقى موجود في صوره فاريانس. في مشاوره؟ مفيش مشاوره. حد يكتب لنا ما حدش فرق معاه سابونا وكده. خلاص خلاص اتحل، شكرا يا محمد. ميرسي يا حبيبي. سلام عليكم. بيحصل ميوتيشن في الجين بتاع الجلايكوبروتين يوم ينتج جلايكوبروتين 120 فاريانس. اهو دي احدى مشاكل البريفنشن او الفاكسينيشن بتاع الاتش اي في فايروس. ليه؟ فكرنا ان احنا نواجه الجلايكوبروتين 120 عشان نمنع الاتاكشن، فبنصنع بنحضر جلايكوبروتين 120 كفاكسين واجرب اديه للناس، يقوموا الناس يكونوا انتي بودي اجينست جلايكوبروتين 120 اللي بيها لو الفيروس دخل الانتي بودي اللي ضد جلايكوبروتين 120 هيعمل نيترلايزيشن يمنع الفيروس من الاتاكشن. يعني لو شفنا الصوره دي، الصوره الثانيه بتاعت الجين الفيروس راحت فين؟ اه احنا بعيدنا. لو انا جبت الجلايكوبروتين 120 بتاعت الفيروس واستخلصتها وحقنتها في البني ادمين، تقوم انت تكون انتي بودي اجينست جلايكوبروتين 120 ده اللي بيها لو الفيروس الحقيقي دخل جسمك، الانتي بوديز تروح تمسك في الجلايكوبروتين 120 وتمنعه من الوصول للريسبتورز، وبالشكل ده تبقى عملت فايرال نيوترلايزيشن. فدي كانت احدى افكار الفاكسينز. الشيء المؤسف اهو، المؤسف اهو، ان يعني بيحصل ميوتيشن في الجين بتاع الجلايكوبروتين 120 مما يؤدي الى ان يبقى عندي جلايكوبروتين 120 فاريانس. يعني اصبح حتى الهيف 1 مش نوع واحد، في منه انواع يختلفوا عن بعضهم البعض في تركيب الجلايكوبروتين 120. يبقى انا لو اديتك فاكسين بجلايكوبروتين 120 معين، ما انت جايز يجي لك الفيروس اللي عنده جلايكوبروتين 120 اخرى. فدي احدى المشاكل اللي موجوده في هاو تو كنترول الاتش اي في. ادي واحد كويس. لو رحنا لتاني جين اساسي تلاقيه اسمه بول جين، وبول اختصار كلمه بوليمريز، وهنا يبقى المقصود بالبول جين الجين اللي مسؤول عن البوليمريز وغيره من الانزيمز. نعم هذا الجين بيكون فور ذا 3 اسينشال انزيمز. يا رنا هناك الثلاثه اسينشال انزيمز اللي موجودين معانا هم الريفرس ترانسكريبتيز والانتجريز والبروتيز انزيمز اللي مسؤول عنهم جين من التسع جينات اللي موجودين على الار ان ايه اسمه بول، حيث بول اختصار كلمه بوليمريز. الجين الثالث الاساسي اسمه جاج جين، وجاج اختصار كلمتين، الجي الاولانيه يعني جروب سبيسيفيك والاي جي يعني انتجين. جروب سبيسيفيك انتجينز يعني هذا الجين هو اللي مسؤول عن اذر بروتينز اللي موجوده عند الفيروس، زي البروتين 24 والبروتين 17 اللي شفناهم في الاستراكشر، وخصوصا بروتين 24 لان واحد من البروتينات المهمه جدا اللي لازم احفظ اسمها كويس عشان هستخدمها في الدياجنوزس مهمه. ده التركيب العام للفيروس. ها نروح للباثوجينيسيس.
الباثوجينيسيس اي فيروس يبقى موجود بغزاره في البودي فلويدز يبقى ممكن الانتقال عن طريق بلاد ترانسفيوجن او بيركوتينيس بشكل عام او بارينترال يعني اي كونتامينيتد نيدل او شارب اوبجكت يخترق جسمك مش كده. طب ما هو من ضمن البودي فلويدز ايضا السيمن والفاجينال سكريشنز سيكشوال، ومن ضمن البودي فلويدز الجينيتال سكريشنز الموجوده في البيرث كانال بتاع الام يبقى بيرينيتالي او فروم ماذر تو فيتس. نعم خلاص ده انا كاني بعيد حته خدناها قبل كده، ده نفس الكلام سمعته في الهيباتايتس بي. يبقى انت عشان برضه تسهل على نفسك الحفظ المود اوف ترانسميشن اوف اتش اي في يساوي بالظبط المود اوف ترانسميشن اوف هيباتايتس بي المود اوف ترانسميشن اوف اتش اي في يساوي المود اوف ترانسميشن اوف هيباتايتس بي فيروس. ازاي؟ او تعالى كده نشوف الفيروس موجود في البلاد وكل البودي فلويدز، موجود في السيمين في الفاجينال سكريشنز في البريست ميلك، وبناء عليه يبقى الفيروس ينتقل سيكشوالي وسواء هومو او هيتيرو سيكشوال، موجود في السيمين وموجود في الفاجينال سكريشنز يبقى ينتقل هيتيرو سيكشوال او هومو سيكشوال. بارينترال ترانسميشن يعني عن طريق بلاد ترانسفيوجن. واحد يقول لي الكتاب مش كاتب بلاد ترانسفيوجن، وانا قريت في مراجع كتيره ما بيكتبوش بلاد ترانسفيوجن. ما اضحكش عليك، هو عيب انك تكتب بلاد ترانسفيوجن. ليه؟ طالما عارف ان ده فيروس مهم وخطير وبينتقل باي بلاد ترانسفيوجن، يبقى لما يجي لك واحد بلاد دونرز المفروض تعمل له سكرين، المفروض ما تاخدش دم من واحد ممكن يكون عنده اتش اي في وتديه واحد تاني، يبقى غلطتك. فلو اتبعنا بص كده، لو اتبعنا ان احنا نعمل روتين سكرين للبلاد دونرز، يعني واحد اي حد يديني دم اروح شايف عنده اتش اي في ولا ما عندوش. ما عندوش اهلا وسهلا، ناخد الدم ونستعمله. عنده الله الغني مش كده؟ يبقى لو عملنا سكريننج صح ده هيريديوس الريسك بتاع ان ده يكون مود اوف ترانسميشن. فالكتب اللي ما بتكتبش الكلام ده او المراجع الاجنبيه اللي ما بتكتبش ان في بلاد ترانسفيوجن بيعتبروا انه عيب ان يكتب بلاد ترانسفيوجن، لانه روتين بيسكرين الدم مش المفروض تعدي عليه، مش المفروض يكون ده مود اوف ترانسميشن مش كده؟ لكن اهو بنقول اهو لو عملنا سكريننج كويس يبقى الروت اوف ترانسميشن دوت يتلاشى. لكن ستيل في شارب اوبجكتس، اوعى تنسى الكونتمينيتد نيدلز. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو بصينا لمين هم الريسك جروبس اللي ممكن يجي لهم اتش اي في، الدراج ادكس صح. يبقى زي ما دايما انصح انا مش ضد المخدرات لكن اضعف الايمان لما طالما مبتلى ومدمن خد سرنجتك معاك بالظبط، ما تستخدمش السرنجه العامله بتاعت الراجل الديلر دوت، تحطها في طابورك هتلاقيه معبي كده وكل واحد يديله جرعه بسرعه، ارجوك اديني جرعه كده، فانت واقف بقى مستني السنتي بتاعك، لا خد حقنتك معاك لحد ما يبقاش بتلاقيني يعني، يبقى تاخد سرنجتك معاك. عند الحلاق طب بلاش، بلاش يا عم عند بتاع المخدرات، بلاش عند بتاع المخدرات، كلنا عارفين ومحططين واخدين حقنا معانا مفيش مشاكل. لكن عند الحلاق بقى، الحلاق بيستخدم شارب اوبجكتس، بيستخدم موس حلاقه وبيستخدم مقص وبيستخدم فرشه الشعر. الفرشه لو شارب شويه وهو بيسرح واحد جرحه يقوم ياخد البولي فلويدز بتاعته ويسرح التاني ينقل له. عند الحلاق خد الكيك بتاعتك معاك او خد الحلاق بتاعك معاك، يعني المهم خد حاجه معاك او ما تروحش لوحدك. الاكسيدنتال نيدل بريك، الدكاترة اللي زي حالتنا لما بيكبروا في السن والنظر بيبدا بقى ما يبقاش يعني اللي هو، وانت بتعمل ريكابنج للحقنه الغطا يروح في حته والسن يروح في ايدك عادي خالص، تبص تلاقي نفسك ايه السن بتاع النيدل شكك، تقوم تنده للفني بتاعك يا محمد يا باشا هو العيان ده له تحليل ايه؟ اتش اي في يا باشا. الحقنه اوريدي سن الحقنه اوريدي جوه صباعك يعني. على طول تروح قايل العيال طب اتاخر بقى خدني جنبك، تروح ايه؟ عشان كده في زحمه يقول لك كل اثنين مرضى على سرير، ما هو جاي من كده. ويرجعوا يلوموا وزاره الصحه. في بقى فيرتيكال ترانسميشن يعني من الام لابنها ومن الام لابنها. الام المثاليه اللي اتعمل لها تمثال عند جنينه الحيوانات ده اللي هو تمثال نهضه مصر ده، ده معمول لام مثاليه. ايه؟ ما خلتش طريقه الا ودت لابنها الاتش اي في. يعني ايه؟ يعني هو جوه ترانس بلاسنتك او اول فيروس يعدي عليا بينتقل، معنى كلمه ديورنج بريجنسي او بري نيتال يعني قبل الولاده،
يعني ترانس بلاسنتك. فالواد ما خدش مش كل العيال بتسمع الكلام، 25% من العيال بس بيسمعوا الكلام. شفتوا ان هم جوه 25% بس من العيال هم اللي بيسمعوا الكلام وياخدوا الاتش اي في. خد يا واد اتش اي في، حاضر يا ماما، ياخد الاتش اي في. طب الواد ما رضيش ياخد، طب هو نازل في البرس كده، يا واد يا واد تعالى انت نسيت الاتش اي في بتاعك، تديه له وهو بيباص في البرس كده. يبقى اهو يبقى وهو بيتولد اثناء الباسج في البيرث كانال، لان البودي فلويدز بتاعتها مليانه بالفيروس. طب الواد جري وعدى كده كده، طب تعالى تروح تديله باي لاكتيشن، والله لا انت واخد الفيروس. يبقى الام المثاليه اللي بتدي لابنها الفيروس بثلاثه روس، تمام؟ يعني وهو جوه وهو نازل بعد ما نزل مش هتعتبر. طب واحد يقول لي طب وازاي تتفادى بقى ان الام تدي لابنها؟ انت ممكن تتفادى تو روتس من الثلاثه دول لو عرفت ان هم عندها اتش اي في، وده بيخلي النسبه قليله. حد من زملائكم امبارح القليلين اللي حضروا امبارح قال لي في الباثولوجي قالوا لهم 100% البيبي اللي مولود لام عندها اتش اي في يبقى نسبه الاصابه 100%. لا انا ممكن اقللها واوصلها لكده لو عملت لها سيزيريان سكشن وقلبتها سيزيريان، يبقى منعت الروت او ما خليتوش يعدي في البرس كانت، صح؟ ولو ما خليتهاش ترضعه مفيش برس فيدنج، تديله لبن صناعي، يبقى قللت اثنين روس من الثلاثه. عشان كده اللي بيقول لك 100% ده بيفترض ان احنا سمعنا القصه وفهمنا ان الام بتنقل ابنها وقعدنا مربعين ايدينا نتفرج. لا طبعا مش فيني لازم نتدخل. فبالتدخل دوت عملنا ريدكشن للحالات اللي تبقى انفكتد للاطفال الى ربع الحالات تقريبا، 25% يعني انفكتد بريجننت فيميلز بينقلوا لابنهم بواحد من الثلاثه روس دول. المهم على فكره معظمكم بقى يقول لي انا عندي اقتراح نحل بيه الايدز، وياما سمعنا الاسئله ليه؟ انتوا متخيلين ان الايدز بينفكت التي هيلبر سيلز بس، صح؟ كنا قاعدين لفتره طويله فاهمين كده، وطالما كنا فاهمين كده كان يبقى الحل بسيط. في خليه ده التارجت، طب ما انا احرمه من الخليه دي. مثلا اقول لكم مثال، طالما الايدز الاتش اي في بيحب التي هيلبر سيلز وبيمسك في الريسبتور اللي اسمه سي دي 4، احدى الطرق ان انا اطعم المريض زي ما قلت لكم الجلايكوبروتين 120، صح؟ طب المريض حصل ان الجلايكوبروتين 120 فيه ميوتيشن، طب بسيط ما تيجي نحضر السي دي 4 ريسبتور ده، هو مش السي دي 4 ريسبتور ده في النهايه مش جلايكوبروتين، ما تيجي نصنع سي دي 4 جلايكوبروتين. ايوه طب وتعمل ايه؟ واحقنه في البني ادم. يقوم ايه اللي يحصل؟ السي دي 4 اللي هو الصالح والدوت اللي عمال يجري في جسمك ده يلاقي الفيروس يروح ماسك فيه، يعمل له بلوكينج ويمنعه من الوصول للسي دي 4 اللي موجود على التي هيلبر سيلز. يا ده كان مدخل هايل، لان انا فشل ما نجحش. طب ليه فشل المدخل ده؟ بصوا بقى، بصوا الاجابه الخطيره، بصوا يا دكاتره، قوم لقينا ان الفيروس مش بينفكت التي هيلبر سيلز. تخيلوا الفيروس طلع بينفكت خمس خلايا في الجسم او خمس انواع من الخلايا. واحد التي هيلبر اللي هم السي دي 4 بوزيتيف سيلز، اثنين المونوسايتس والماكروفيج، ثلاثة الدندريتك سيلز، أربعة خلايا السي ان اس الاوليجو دندروسايتس والاستروسايتس والنيورونز والجلايل سيلز. يا مرة لو فاضي 11 ونص أنا عيد الحصة الساعة 11 تحضرها من الأول. اتفضل. الراجل جايب 10 من 10 ما اقدرش اقول له لا. طب ايه رايك مالك مدحت حسنين جايب 10 من 10؟ يا دكتور فيسبوك والله اكيد فيسبوك. النتيجه كله اتصحح واترصد وان شاء الله هتعلن خلال اليومين الجايين. نتيجه العشر هتعلن فضايح بقى. تعلق في القسم، تعلق في القسم نسخه مين ان شاء الله. مين؟ بنشكر مرة على هذا البريك، بس يبقى بسرعة مرة شوية.
نرجع برجوعنا بعد البريك ده. يلا يا مرة، الحمد لله على السلامة. السائب درجتين بونص كمان على نجاحك في الوصول لهذا المكان. مين السيلز، مين السيلز اللي ممكن يبقوا انفكتد بالاتش اي في فايروس؟ واحد السي دي 4، كلكم عارفين المعلومه دي. نعم، السي دي 4 هي الخليه الاساسيه للفيروس داخل الجسم يصيبها. يلا نقعد بقى عشان اقول حاجه مهمه. نقعد بسرعه. بصوا يا اولاد ركزوا معايا، عارفين الاتش اي في فايروس في حد ذاته فيروس ضعيف جدا وعبيط جدا. اولا انفلوب فيروس، لو انا ضربت الانفلوب بتاعته باي حاجه اورجانيك سولفنت او باي حاجه من حاجات الديس انفكشن او الاستريلايزيشن، الفيروس يموت بسهوله جدا. الله، امال ايه اللي مخليه خطير كده وبيعمل مرض فيه ده؟ انه فهم اللعبه كويس. واضح انه فهم اكتر منكم، حضر معايا الايمونولوجي وفهم الاميون سيستم كويس. صحيح، فلما فهم الاميون سيستم عرف من اين تؤكل الكتف. دور كده في كل خلايا الاميون سيستم ولقى التي هيلبر سيلز هم المايسترو بتاع الاميون سيستم. كان الاميون سيلز كلها سواء النيد او اكوارد كانها اوركسترا. والمايسترو بتاع الاوركسترا ده هو مين؟ هو التي هيلبر سيلز. طبعا الفرق، احنا مش بنتكلم على فرق حسب الله شارع محمد علي، الاوركسترا مش مهم، لكن الفرق العالميه، الفرق العالميه لازم الاوركسترا ده من غيره الفرقه تنشز، ما يعرفوش يعزف. فالفيروس عارف ان ده المايسترو، راح رايح ضربه، بس اتفرج على الاميون سيستم ينشز. كل واحد بقى ايه يعزف بمزاجه. واشهر مثال ونموذج للقصه دي الفيلم بتاع شارع الحب بتاع الحليم. هو الكل ما شفتهوش، ده مهم جدا في العمل. الفيلم ده علينا في العمل. حسب الله قال برافو عليك. بص اللي بيحضر عملي بقى، اللي بيحضر عملي وبيركز بيسجل الفيلم كل يوم. فيلم شارع الحب بتاع ميرفت. لما حبوا ان عبد الحليم ما يغنيش، فراحوا مخطفين المايسترو عزيز. انت اللي هتغني. ومختار المايسترو مختار حسين رياض في الاخر انت اللي هتغني يا منعم. هو ده من غير مختار، ده ما كانش منعم غني. افتكرته؟ ايوه. طب احكي لكم فيلم العار. فيلم مناسب للتوقيت ده، بعد ما تطلع النتيجه بحكي فيلم العار. واخدين بالكم؟ شايفين الاسكات؟ انا ملمح دايما بعد ما النتيجه تعلن بحكي لكم فيلم العار بقى. حقها ولا مش حقها؟ فيلم العار؟ كل ده مره ما عادش نخاف. هو انت واقف مش مداري على حد، لكن هو مداري على زمايله ومعطلني. اقعد بقى دور على حته تقعد، ولا هتقف كده؟ طب اعمل ايه طيب؟ طب يا ريت نقعد، يا ريت عشان اكمل. ماشي يلا. الاتش اي في فيروس عرف من اين تؤكل الكتف، فأهم خلية بيصيبها هي التي هيلبر سيلز اللي هم السي دي 4 سيلز. لكن كان ممكن نعمل كذا حاجة نحاربه بيها. كان ممكن أحضر سوليبل سي دي 4 وأرشهم في الجسم يقوم هم يتشغل بالسي دي 4 دي والتي هيلبر سيلز يبقوا فري. كان ممكن، لكن للأسف لقيناها بالإضافة للسي دي 4 سيلز بينفكتد مونوسايتس والماكروفيش، بينفكتد دندريتك سيلز أنجين بريزنتنج سيلز، بينفكت السي ان اس، خلايا السي ان اس. وده اللي فسر لنا بعد عناء وعذاب شديد ليه لما الاتش اي في بيوصل لنهايه مراحله بيكون في نيورولوجيكال مانيفستيشنز. لان احنا لقيناه بيصيب الاوليجودندروسايتس، الاستروسايتس، النيورونز، الجلايل سيلز، وايضا بيصيب الفوليكولار دندريتك سيلز اللي جوه الليمف نود او اللي في السبكوتينيوس تيشوز في بعض الاحيان. طيب بصوا الملحوظه اللي جايه دي، تبدو ملحوظه سهله لكنها مهمه قوي. ايه؟ باستثناء التي هيلبر سيلز، الفيروس يقدر ينفكت كل انواع الخلايا الاخرى دي ومش لازم يقتلهم.
طب ما بيقتلهمش امال بيعمل ايه؟ بيانتجريت، يحط الكروموسوم بتاعه يحط الجينوم بتاعه جوه الكروموسوم بتاع الانفكتد سيلز. طب وبعدين؟ يبقى قاعد في الخلايا دي از ريزرفوار. يا نهار ابيض على بص يا نهار ابيض على المشاكل اللي عماله تزيد. ايه بقى؟ يعني حتى لو لقيت حل وعالجت الاتش اي في في الخلايا الاساسيه اللي هو السي دي 4، يبقى في مازال خلايا اخرى بتحمل الفيروس كانه قاعد ليتر، وتبقى الخلايا الاخرى دي كانها ريزرفوار للانفكشن. يعني كل ما خفف العيان يبقى هو عنده من جوه منه فيه عنده مصدر للفيروس قاعد جوه جسمه. نعم شفتوا بقى المشكله زادت كمان ازاي؟ ان حتى لو عرفت ونجحت ان انا عالج الانفكتد تي هيلبر سيلز، في خلايا اخرى الفيروس قاعد كامل جواها حاطط الجينوم بتاعه في الكروموسوم بتاع الخلايا دي، وتعتبر الخلايا الاخرى كانها ريزرفوار للانفكشن. كل شويه انفكت مزيد من التي هيلبر سيلز، ادي مشكله اخرى بتواجهنا. كويس تعالوا نشوف مثال سريع كده الدندريتك سيلز بيعملوا ايه عشان تعرف الفيروس بيوصل للتارجتس بتاعته ازاي. بصوا كده يا ولاد الصوره اللي قدامك دي، يا دكاتره الصوره اللي قدامك دي، ده الميوكوزا بتاع الجينيتال سيستم اللي مش شايف على البورد. يبص هنا لا قاعد هناك لو مش شايف على البورد يبص هنا مش هقول لك اديني الكوره بسرعه. ده يا ولاد الميوكوزا بتاعة الجينيتال سيستم اهو، الفيروس سكريتد في السيمين اهو، اخترق الابيثيليال سيلز وبقى في الميوكوزا او في الصب ميوكوزا بتاعت الجينيتال سيستم. تروح الدندريتك سيلز اللي موجودين قابضين على الفيروس وماشيين مع الليمفاتكس ورايحين للريجنال ليمف نودز انجوينال ليمف نودز ومسلمينه تسليم اهالي، يسلموه لمين؟ للتي هيلبر سيلز. يبقى ده واحد يعني واحد يقول لي يلا يبقى ده الفيروس داخل التي هيلبر سيلز، هو الجينيتال ميوكوزا فيها تي هيلبر سيلز؟ اقول له لا ما فيهاش. امال ازاي الفيروس بيوصل للتي هيلبر سيلز؟ اهو بالطريقه دي الدندريتك سيلز بيقوموا باللازم، موجودين في الصب ميوكوزا لما الفيروس يخش مع السكريشنز يقوموا يقبضوا على الفيروس ويروحوا مع الليمفاتكس يوصلوه للليمف نودز وهناك يسلموه للتي هيلبر سيلز. كويس هسيبها هنقراها بس واحده واحده ثاني صوريها بعد الكلام تبقى مفهومه. بصوا كده يعني الفلوكلر دندريتك سيلز اللي موجودين في الجينيتال ميوكوزا ايوه بيعملوا ايه؟ بيبايند تو ذا فيروس وبعدين يكاري الفيروس تو ذا سايت فروم ذا سايت اوف انفكشن لفين؟ للليمف نودز وهناك يدور ذا اذر سيلز سبيشالي للتي هيلبر سيلز. تمام؟ ثواني يا احمد لو انا عارف في دماغكم اسئله كتير على الاتش اي في انا عارف لكن هنجاوبها كلها ان شاء الله مع الشرح وفي الاخر هسمح لكم بالاسئله. بصوا خلاص اللي عايز يصور طيب لا ثواني ايه يعني شغل الديلر اللي بيصور كله بقى يبعتوا لبعض ارحمكم الله ده ارتاح اكيد انا عارف على الصدر محمد وحقه برضه حقه اللي بيجيب 10 حقه يعمل واحد اللي يجيب 10 يعطوا زي ما هو عايز في شاشة ما هو عايز يصوروني انا اتفضلت الميكانيزم بتاع التي هيلبر سيل ديبليشن. بصوا هناك طب لو من غير معرض السكرين ديت من غير معرض السلايد دي مين يقول لي تي هيلبر سيلز لما الفيروس يعمل لهم انفكشن هيقلوا ليه؟ ايه الميكانيزم اللي يخلي التي هيلبر سيلز يحصل لهم ديبليشن يقلوا من السيركيليشن او من الجسم؟ واحد الفيروس اتسلف مش الفيروس ده سيتوسايدال يا اسراء؟ ما دام سيتوسايدال يبقى بصوا كده الفيروس هيعمل ايه؟ direct killing of the infected cells by the replicating virus. الفيروس يريبليكيت جوه التي هيلبر سيلز ويروح يكسرهم لانه سيتوسايدال ادي واحد مش كده؟ طب ولو حتى الفيروس قرر انه ما يكسرش الخليه حد تاني ممكن يكسرها؟ التي سيتوكسيك برافو يا عبد الفتاح هايل اهو killing of the T helper cells by the T cytotoxic cells. ليه؟ التي هيلبر هنا هيعامله معامله انهم سوماتيك سيلز عاديه نيوكليتد سيلز. يعني ايه؟ عندهم كلاس 1 ام اتش سي واصيبوا بفيروس يقوموا يعملوا ايه؟
يستغيثوا الحقوني يا ناس انا جوايا فيروس، يعني يعملوا اي تي هيلبر سيلز، ياخدوا الفيرال انجنز ويحطوه على ام اتش سي 1 باعتبارهم كانهم خليه نيوكليتد عاديه خالص، تقوم معديه التي سيل توكسيك. لا هو انت انفكتد، طب تعالي تروح ضربها التي سيل توكسيك سبيسيفيك، يبقى التي هيلبر يا عيني هتلاقيها من مين ولا من مين؟ من الفيروس نفسه ولا من التي سيل توكسيك اللي اسمها، شفتوا الاخوات لما يعرضوا البحر التي سيل توكسيك نفسها يشوف التي هيلبر انفكتد يروح ضربها هي كمان، وده يبقى سبب الديبليشن اوف ذا تي هيلبر سيلز. اوكي طبعا التي هيلبر سيلز يقعدوا يقلوا 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 جراديوال، يقوم العيان يمر بالمراحل الاتيه: واحد لوس اوف سيل ميديتد اميونيتي، وبناء عليه يبقى عرضه اكتر مور سسبتبل تو انفكشن او تو مالجنسي، لان الاميون سيستم هو اللي بيتصدى للانفكشنز والتيومر ديفلوبمنت. وثالثا اعتصر الحاله دي، لان لما مناعته تفقد خالص ممكن اي انفكشن بسيط يودي لحياته وينتهي القصه بديث. تعالوا نشوف بقى الفيرال ريبليكيشن، وهنا هنا 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 هرسم لكم برضو رسمه مع بعض كده ونشوف ازاي الفيروس بيعمل ريبليكيشن. واحد، اول خطوه في اي خطوات فيرال ريبليكيشن تبقى اتاتشمنت ادزوربشن. تعالوا كده نشوف دي الخليه الاساسيه اللي انا محتاجها دلوقتي اسمها تي هيلبر سيل، يبقى عليها ريسبتور اسمه ايه؟ اسمه سي دي نمره 4. كويس، لكن لقينا ان التي هيلبر سيلز عليهم ريسبتورز اخرى مش للفيروس، بيؤدوا فانكشنز اخرى. مش التي هيلبر دي انا محتاج ابعت لها وانده لها لما يكون في انفكشن؟ عندها لها بمين؟ مين من السيتوكاينز اللي بيعمل مايجريشن او اتراكشن؟ مين من السيتوكاينز اللي بروديوس باي مونوسايتس وماكروفيج ويبعد يعمل مايجريشن؟ سميناهم ايه المجموعه دي من السيتوكاينز؟ كيموكاينز. اذا التي هيلبر سيلز عليها ريسبتور للكيموكاينز، هرمز لها بالرمز كيموكاين سيتوكاين سي سي او. يا كريم سي سي ار سي سي ريسبت. خلينا نروح ده البوكس مش هيكفينا كده. يبقى يوجد في بوكس الساعة 10:30 لو البوكس اللي واقف تحت ده ما كفناش، في بوكس الساعة 10:30 الفيروس اللي اسمه اتش اي في فيروس بيمسك في تو ريسبتورز، وهتعرفوا ليه سبحان الله. ادي الفيروس اهو، لو مثلته بالدايره دي عليه جلايكوبروتين 120، طب الجلايكوبروتين 120 تمسك في السي دي 4 وجلايكوبروتين 120 اخرى تروح ماسكه في السي سي ار. على فكره اسمه سي سي ار فعلا، اسمه كيموكاين كو ريسبتور، وحتى له رمز رقم 5 اسمه سي سي ار 5. يبقى الكيموكاين كو ريسبتور نمره 5 ده بيشتغل ككو ريسبتور للاتش اي في. الاتش اي في يا اولاد اهو بجلايكوبروتين 120 راح ماسك في السي دي 4، وبرده بجلايكوبروتين 120 اخرى راح ماسك في الكيموكاين كو ريسبتور. طب بصوا كده تاني واضح كده، لما الجلايكوبروتين 120 عمل اتاتشمنت في اتنين ريسبتورز كده جنب بعض او في بينهم مسافه اهو، يبقى سمح لايه بقى؟ بصوا كده سمح لبقيه الانفلوب اهو انه يقرب 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 ويمسك في الممبرين بتاع الخليه دي. يعني لو بصيت للمنظر ده بعد شويه هلاقيه بقى كده. بصوا ادي الخليه اللي اسمها تي هيلبر سيل، وادي الفيروس اهو الانفلوب بتاعه هيكم ان كلوز كونتاكت مع الممبرين بتاع الخليه. ليه؟ لان ادي في ريسبتور ماسك هنا اهو والريسبتور ماسك هنا اهو، والمسافه اللي بينهم اتسمح لها انها تقرب وتلامس السيل ممبرين بتاع الانفكتد سيلز او الخلايا اللي هيبقوا انفكتد اهو. ادي خطوه الاتاتشمنت تبقى ميديتد بقى. على فكره كل دي اسئله ام سي كيو. بص كده الاتاتشمنت بتاع الفيروس الاتش اي في للتي هيلبر سيلز يبقى ميديتد باي، واديك اختيارات: جلايكوبروتين 141 ولا جلايكوبروتين 160 ولا جلايكوبروتين 120 ولا البروتين 24 ولا وات ايفر اي حاجه. لا يبقى اهو ميديتد بالجلايكوبروتين 120. طيب نفس السؤال بس ايه؟
يا ترى الجلايكوبروتين 120 اثناء الاتاتشمنت بيمسك في مين من الريسبتورز الاتيه؟ ويدي لك اختيارات ريسبتور سي دي 4 ولا سي دي وات ايفر بقى لحد ما توصل انت الاجابه سي دي 4 او الكيموكاين ريسبتور. اهو كده انتهت الخطوه الاولى. طب الخطوه الثانيه يدور حوار بين الانفلوب بتاع الفيروس والممبرين بتاع الخليه. مش مره قلنا في الجنرال ان الفيروس اللي بقى انفلوب وهو خارج من الخليه باطلي بياخد جزء من الممبرين؟ يعني الانفلوب بتاع الفيروس فيه ريحه الايه؟ ريحه السيل ممبرين بتاعت البني ادمين. يوم الانفلوب برضه يقرب يمسك في سيل ممبرين يقول انا مش لاخ سيل ممبرين برضه طب ما انا عندي برضه. تخيل انا مره ويحكي له القصه برضه. يعني انت برضه عندك سيل ممبرين؟ طب ما تيجي نفيوز، ما تيجي نحط زيتنا في الايه؟ ما دام انت سيل ممبرين وانا فيا حته سيل ممبرين يحصل فيوجن، يعني اهو يمتزجوا ويتفتح فتحه اهو كده. مين بقى اللي دار الحوار ده؟ مين اللي ادار الحوار ده؟ الجلايكوبروتين 41 اللي هو كان موجود بين طبقتين الانفلوب، يبقى هو ده اللي مسؤول عن الفيوجن. ويبقى السؤال الصعب برضه في الام سكيور، ها الفيرال كومبوننت اللي بتميديت الفيوجن اثناء عمليه الفيرال ريبليكيشن هو مين؟ وادي لك اختيارات، هو الجلايكوبروتين نمره 41. الارقام مهمه والاسامي مهمه. طب لما الجلايكوبروتين 41 مسك خلاص كده وحصل فيوجن بينه وبين السيل ممبرين، الفتحه اللي اتفتحت دي تسمح لايه؟ تسمح لبقيه الفيروس الكود والار ان ايه اللي جوه انهم يبقوا انتروديوس جوه الخليه. يبقى ادي اول خطوتين تموا بحمد الله، صح؟ طب ما هو الفيروس داخل بالكود بتاعه، واحنا اتفقنا الفيروس دي كانها جنتلمان وحالع الكود، يبقى يعمل انكوتنج ويبقى الار ان ايه اصبح موجود فري في السيتوبلازم. حلو. الار ان ايه ومعاه الانزيم بتاعه اللي كان اسمه ايه يا شباب؟ الانزيم المهم الريفيرس ترانسكريبتيز. يقول لك ما تيجي بقى نشتغل الريفيرس ترانسكريبتيز، ها هيقرا الار ان ايه ويروح عامل كومبلمنتري كوبي من الدي ان ايه. الله اهو بدانا القصه. طب والكومبلمنتري كوبي اللي اتعملت من الدي ان ايه تروح عامله كمان كومبلمنتري كوبي، يبقى احنا صنعنا دبل ستراند الدي ان ايه. كان الفيرال جينوم قلب من ار ان ايه سنجل ستراندد واصبح دبل ستراندد دي ان ايه مولكيول. حلو. يقوم يقول لنفسه انا قاعد في السيتوبلازم ليه؟ انا ما بقاش مقامي السيتوبلازم يا شباب. انا ما دام كده اصبحت دي ان ايه يبقى مقامي كبير، مقامي ايه؟ مقامي النيوكليوس. يقوم الدبل ستراندد دي ان ايه يترك السيتوبلازم ويخش النيوكليوس. وهناك سلام عليكم يا رجاله. برضك دي ان ايه برضك؟ ما انا دي ان ايه برضك. يعني ايه يعني؟ يلا الانتجريز. يوم الانتجريز انزيم يشتغل ويخلي الفيرال دي ان ايه يلحم في الكروموسوم الدي ان ايه. تشبهكم بمين دي؟ بالبروفي. الله ينور عليك. البكتيريوفيج لما حط الدي ان ايه بتاعه في الكروموسوم بتاع البكتيريا سميناه بروفيج. طب لما فيروس ما اسموش بكتيريوفيج نحط الدي ان ايه بتاعه في الكروموسوم بتاعت الانفكتد سيلز نسميها بروفيروس. ما هو نفس الفكره. يبقى الدي ان ايه بتاع الفيروس اللي اصبح انتجريتد في الكروموسوم بتاع الانفكتد سيل يبقى اسمه بروفيرال دي ان ايه، زي كلمه بروفيش كده بالظبط. طب ويقعد انتجريتد بالظبط زي اللايزوجينيك سايكل، يقعد انتجريتد. طب وما يشتاقش للريبليكيشن؟ ما يقولش ياض ايه اللي رميك الرميه دي، ده انت كنت ملك زمانك وكنت كل يوم مع خليه شك. يجي له صحيح يجي له الاحساس ده، انا ايه اللي حبست الحبسه المنيله دي؟ انا كنت راجل حر نفسي وكل يوم مع خليه من خلايا مش كده؟ يقوم فاكك وعامل ريبليكيشن. طب لما يجي يعمل ريبليكيشن يعمل ايه؟ يضحك على الخليه المسكينه اللي هو ضحك عليها وعمل فيها انتجريشن. والله يقول لها بص مش انا دي ان ايه؟ انت بتعامل كل الدي ان ايه بتاعك ازاي؟ عاملين زي ما بتعامل الدي ان ايه؟ عاملين ايه بما يرضي الله؟ يعني ايه؟ ايرين ايري الشفره اللي عليا تقوم عامله ترانسكريبشن، تعامله كانه جين من جيناتها. وتروح عامله ترانسكريبشن يعني تصنع مسج ار ان ايه. بس او كده كده يبقى ما طب دلوقتي عملت مسج ار ان ايه كنت بتعمل ايه؟ في بقيه المسج ار ان ايه اللي بتصنعيه؟ تقول له كنت بترجمه. طب ترجميني. يروح المسج ار ان ايه رايح للريبوزومز يترجم يبقى حصل ترانسليشن. يقول اللي طلع فيرال بروتينز بقى مش بكتير مش سيل بروتينز. طب والفيرال بروتينز يبقى خلاص الكومبوننتس اتكونت. طب ما تيجي نعمل اسمبلي نجمع الوحدات. بس تعالى بقى قبل ما نعمل اسمبلي في مشكله ايه؟ هو لما جه يضحك على الخليه خلاها تصنع له كل البروتينز مره واحده مشبكين في بعض. يعني بيعمل حاجه اسمها بولي بروتين.
قال لك بدل ما تسمع لي بروتين وبعدين تنتبه ولا حاجه، يعني لي كل البروتينز شبكيهم في بعض، يلا بالسلامه انت بقى. طب وانت كاين نزلت اشتري قماش رحت مشتري توب، طب هتعمل ايه في توب القماش اللي اشتريته؟ هفصله. تفصله ازاي؟ عندي مقص اسمه بروتيز انزيم. هنا البروتيز انزيم يقص البولي بروتين الى انت البروتين 24، انت البروتين 17، انت الجلايكوبروتين 41، انت الجلايكوبروتين 120. نفصل البولي بروتين اللي اتعمل الى ستراكشرال اند فانكشنال بروتين. بس كده جمعنا الوحدات. يلا بينا يا رجاله، يلا ايه، يلا نخرج. نخرج ازاي؟ اللي يخش باي فيوجن يخرج باي بادي، لان انا عايز اخد انفلوب. بصوا الصوره دي جميله قوي، تابعوها كده معايا. احنا دي قلنا الخطوات، افكركم بس بالخطوات كعناوين: اتاتشمنت، بنتريشن، انكودنج، وهنا الار ان ايه استغل الريفرس ترانسكريبتيز. دي فروق بقى عن السكيم العام للريبليكيشن. الفيروس يستغل الريفرس ترانسكريبتيز في انه يعمل دي ان ايه، يروح للنيوكليوس وينتجريت مع الكروموسومز، يبقى انتجريشن. يتعامل معامله انه برو فايرال دي ان ايه كانه جزء من الخليه، يحصل له ترانسكريبشن بعد كده، ترانسليشن، نجمع الوحدات اسمبلي، ريليز باي بادي. نشوف صوره كده للكلام ده اهو. لو بصيت هنا الاقي الفيروس جاي اهو بالانفلوب بتاعه، قرب من الخليه، عمل اتاتشمنت، وبعدين عمل فيوجن. لما عمل فيوجن قلع الكورد، ساب الانفلوب بره، ودخل نيوكلي كابسل. كان ار ان اي، خدوا بالكم الاحمر ده ار ان اي، راح محوله الى دي ان اي، وراح رايح للكروموسوم، للنيوكليوس الابيض اللي هو الدي ان اي، عمل انتجريشن في الكروموسوم. اتعامل بعد كده معامله انه كانه جزء من الخليه، اتصنع له مسنجر ار ان اي اهو. المسنجر ار ان اي راح للريبوزومز عشان يترجم. من ضمن البروتينز اللي عملها بولي بروتينز وجلايكوبروتينز، قلت لك بيحط الكومبوننتس بتاعته على 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 السيل ممبرين، عشان هو خارج. بص عمل ايه؟ يزق كده السيل ممبرين كده، يعمل بادنج، يقوم خد الانفلوب بتاعه مع جزء من السيل ممبرين معاه وهو خارج، ده ريليز باي بادنج، ويبقى ماتيور فيروس يروح ينفكت خلايا. تمام؟ نعم. ميرسي يا حبيبتي، تسلمي. ميرسي يا سارة. شكرا يا سارة. تعبتكم معايا. ميرسي يا حبيبتي. نعم. كان نسخة؟ صفر الحمد لله. لحظة بس، لحظة لحظة لحظة. لحد مرة امبارح سألني سؤال، حد امبارح سأل سؤال حلو قوي، بيقول لا يعني بيخرج باي بادنج مش باي لايسنس. شوف السؤال ده، سؤال جميل من حد من زملائكم امبارح. بيخرج باي بادنج مش باي لايسنس؟ نعم. امال قلت عليه سيتوسايدل ازاي؟ هنا السيتوسايدل ممكن تحصل بطريقتين. ايه؟ ما هو من كتر ما بيعمل بادنج وعمال ياخد اجزاء من السيل ممبرين، خلاص السيل ممبرين استنفذ فانفجر في الاخر. الحاجه الثانيه انه ممكن قوي في الليد بروتينز اللي بيصنعها يكون في بروتينز بتدمر الخليه دي ليد شويه، اسمها ليد بروتين. يبقى هو ياخد اللي هو عايزه وبعدين الخليه ايه؟ تتدمر. يبقى بيعمل لايسس في النهايه، سواء بانه بقى بيقطع اجزاء من الممبرين، يقوم اكزوست الممبرين، الممبرين يفرقع، او بيطلع بعض البروتينز اثناء ما بيعمل ليد بروتين سينسز تكون بتؤثر على السيل ممبرين بتاع الانفكتد سيلز في النهايه. انا هستاذنكم ناجل الاسئله بس ثواني. بص كده بس اهو، بص الصوره دي كمان. ده الفيروس هو بيأتاتش، ادي اهو سفيريكال وعليه جلايكوبروتين اهي على الانفلوب بتاعته. الجلايكوبروتين الاحمر ده نمره 120، هو بص اللي بيمسك في الريسبتور اهو، كان الريسبتور معموله خصيصا لهذا الجلايكوبروتين، بيمسك في السي دي 4 ريسبتورز وفي الكيموكاين كو ريسبتور. حلو بيفيوز ويخش جوه الخليه. طب وهو خارج اهو، بص كده وهو خارج بيحط الانفلوب ماتيريال بتاعته على الخليه ويزق كده يخرج، يقوم يحصل او ريليز ذا انفكشوس فيروس، بياخد الممبرين الانفلوب زي ما دخل، يعني الدخول بالفيوجن والخروج باي بادنج. اسمحوا لي بقى، انا عارف ان معظم الاسئله اللي في دماغكم نتيجه ليه اللي جاي ده. انا ان شاء الله النهارده هفك لكم كده حاجه مش مفهومه صح في دماغكم. تعالي اخيرا يا ترى في فرق بين هيب وايدز؟ جاوب السؤال ده. في فرق بين هيب وايدز؟ عارفها النت. واحد يقول الهيب هو الفيروس والايدز هو الديزيز.
اول ما العيان بيجي له هيف انفكشن بيبقى داخل في ايدز. عشان كده بقى عايزكم بقى تهدوا كده وتسمعوا اللي جاي. كلينيكالي الاتش اي في انفكشن بيمر بثلاث مراحل. المرحله الاولى ايه اسمها؟ اكيوت هيف انفكشن، بالظبط كانه انفلونزا فيروس، تخيل بالظبط كانه كومن كولد، كانه برد، كانه نزله برد. يعني فايرال انفكشن بينتقل باي مود من اللي فاتوا يوم بعد انكيبيشن بيريد قصيره الاول اهي من 2 ل 4 اسابيع. واحد يقول لي امال قلت على ليست نو فيروس ليه؟ مش في المرحله دي، المرحله دي بيعامل في الجسم معامله فيروس عادي جدا. ياخد من 2 ل 4 اسابيع بعديها، بعد ال 2 ل 4 اسابيع اهو ابص الاقي الهيف فيروس بيكتر ويبقى فيه ميني بارتكلز في الجسم وعمال يسيركوليت ويروح يترسب في اي مكان خصوصا في الليمف نودز. ويدي اعراض تشبه تماما، او بصوا تشبه تماما افلو لايك. الاكيوت ايرنس بتاعه لسه ما قلناش اهي، فلو لايك يعني عامل بالظبط زي نزله البرد، او يشبه مرض فايرال اسمه انفكشوس مونيوكليوزس عشان بيروح للليمف نودز. حلو، يعني كانه فايرال انفكشن عادي خالص. ايوه، طب يعني ايه الاعراض؟ اهي المين سيمبتومز يا سوزي اللي بتحصل في الاعراض دي، اللي بتحصل في المرحله دي، هي فيفر عادي، فايرال انفكشن عامل فايرين عامل فيفر، ماكيو بابر راش بيوصل لكورتيكو ديشز مختلفه منها الجلد يعمل سكين راش، اورال السرز السريشن في الاورال كافيتي، لينفادينوسي غاوي يروح لينف نودز فبيعمل لها انلارجمنت، سور ثروت، ماليز اعراض عامه، ماليز يعني تهميم. بالله عليك لو واحد جاله الاعراض دي مجتمع كده هيفتكر ان ده ايدز او اتش اي في انفكشن؟ الحمد لله اطلاقا. ليه؟ واحد سخن جسمه مكسر ده يشبه ايه؟ انا داخل على برد ولا انفلونزا ولا حاجه، صح؟ وصل لقيت زوري احتضن فرق. اه مش بقول لك انفلونزا، مش بقول لك برد، هي برد هي برد، مش كده؟ اورال التشرز، اه ده من الفارنجايتس اللي عندي. اه طبعا عشان السور ثروت بيسمعها في الليمف نودز السيرفايكال مثلا، هتقعد تفسر لنفسك ان ده لوز انفلونزا سور ثروت كومن كول. اذا اعراض الاكيوت فيز بتاعت الايدز بتاعت الاتش اي في انفكشن، انا اسف هنا ما اسموش ايدز لسه، كلمه ايدز لسه ما جاتش. حتى الدليل ايه؟ في جمله مهمه قوي اسالكم عليها قبل ما اجيبها لكم على السكرين. ايه رايك في عدد السي دي 4 6؟ زي ما هو نورمال، حتى لو سلول لو سلايت ريديوز ما يبانش. انت عندك عارف السي دي 4 اللي هم التي هيلبر عددهم كام في جسمك؟ من 800 ل 1200. برافو عليك. عدد التي هيلبر سيلز في جسم اي شخص فينا يتراوح من 800 الى 1200 خليه، مش كلهم، مش في الجسم كله، بير كيوبيك مليمتر، يعني بير 1 مليمتر اوف بلاد كل سنتي دم في 800 الى 1200 خليه تي هيلبر سيلز. فاجي اقيس الاقي العدد اولموست نورمال، واقع في نفس الرينج او سلايتلي ريديوس. يبقى اذا اهو بصوا كده، النمبر اوف سي دي 4 تي سيلز از يوجوالي نورمال في هذه المرحله، لسه الفيروس ما وصلش، ما خدش القدره على انه يريديوس العدد للحد اللي يبقى اسمه ايدز خالص لسه. الاعراض تستمر من 7 ل 10 ايام. هقول لك حاجه خطيره جدا، ثم تنتهي هذه المرحله. مين اللي نهى المرحله؟ مين السبب في ان المرحله دي انتهت بعد 7 ل 10 ايام؟ دخل خلايا الاميون سيستم. واحد يقول لي بقى لا انتوا غلبتونا معاكم. الاميون سيستم ايه يا عم؟ مش قلت الاتش اي في بيصيب الاميون سيستم؟ ايوه، بس لسه الاميون سيستم سليم وانتكت وبيشتغل. كل اللي اتصابوا كام شويه تي هيلبر سيلز يعني. يعني ايه؟ يعني السي دي 8 سيلز بيشوفوا التي هيلبر انفكتد يروح يضربوها. والانتي بودز اللي بتتكون ضد الفيروس بيروح يستناه بره عشان يمنع انتشاره. يعني الاميون سيستم سيطر على الانفكشن؟ نعم، بس ما عملتش كومبليت اليمينيشن. بص الجمله الخطيره دي. الانديوزد اميون ريسبونس هينجح في انه يكونترول الانفكشن، لكن مش هينجح في انه يليمينيت الفيروس من الجسم. ما انا هقول لك اهو. اذا في الاول مرحله الميون سيستم ما زال انتكت، ايوه، وبيحارب الفيروس، نعم، وبيقضي على اعراض المرحله الاولانيه دي، ايوه، لكن ما عملش اليمنيشن ليه؟ ما احنا كنا مش عارفين الاجابه. استنى تقول لي طب ليه؟
عشان الفيروس ساعه ما دخل الجسم ما راحش للسي دي 4 سيلز بس، راح اصاب مونوسايتس وماكروفيج ودندريتك سيلز، وقعد جوه نيورولوجيكال سيلز. فلما لقى الدنيا كده في حرب عليه وهو حول نفسه لدي ان ايه، قال لك ما تخليك ساكن دلوقتي وانتجريتد لحد ما الظروف دي تعدي. ففضل الدي ان ايه بتاع الفيروس انتجريتد في بعض الخلايا، يبقى كده ها الانفكشن ماله؟ سايلنت. ها اتحول الى ليتنت انفكشن. اعراض مفيش لكن الفيروس فيه، الفيروس قاعد جوه الخلايا، يبقى الانفكشن اتحول الى ليتنت انفكشن. طب هل الفيروس قاعد كامل تماما ما بيعملش اي اكتيفيتي؟ لا بيعمل. لا امال تقول لي ليتنسي بقى ازاي؟ ما دام بيعمل بس مفيش اعراض. ليه؟ الفيروس قاعد يريبليكيت يا اولاد، ها سلولي بيكسر النهارده تي هيلبر سيلز ويخرج منها يروح ينفكت تي هيلبر تاني، وياخد وقت على ما يكسر تي هيلبر سيلز. يعني الفيروس اكتف مش قاعد دورمنت. فاكرين في الجنرال لما عرفنا يعني ايه ليتنت انفكشن؟ الليتنت انفكشن هو اتاك وبعدين الفيروس بينسحب ويروح يستخبى ويقعد دورمان تماما في مكان ما زي الهربس. لما قلت لكم بيستخبى في الترايجيمنا الجانجلي صح؟ طول الوقت الهربس قاعد دورمان مش بيريبليكيت، يبقى ده اسمه ترو ليتنسي، ليتنسي حقيقي، فيروس قاعد دورمان. امال الايدز اللي مش قاعد دورمان ده عمال يريبليكيت صح؟ بس مفيش اعراض، بيريبليكيت بس مفيش اعراض. يبقى هو ايه اللي ليتنت؟ هو ايه اللي متاخر؟ الريبليكيشن ولا الاعراض؟ يسموها كلينيكال ليتنس. تاني عشان السؤال ده مهم قوي، العنوان اسمه كلينيكال ليتنسي، ارجو انك تبلوز كلمه كلينيكال وتعرف كويس قوي الفرق بين كلمه كلينيكال ليتنسي وترو ليتنسي. الترو ليتنسي والمثال الشهير جدا الهربس فيروس، ان الفيروس بيقعد دورمان تماما ليتن تماما قاعد مستخبي زي في الترايجيمنا الجانجلي فور اكزامبل ومفيش اي ملامح ريبليكيشن، يبقى اسمه ترو ليتنسي، ده كومبليت ليتنسي، ده معنى ترو ليتنسي. لكن في حاله الاتش اي في الفيروس عمال يريبليكيت بس مفيش اعراض، الله بيريبليكيت بس مفيش اعراض، يبقى اللي متاخر هنا مش الريبليكيشن، اللي متاخر هنا الاعراض، يبقى اسمها كلينيكال ليتنسي. تقول لي يعني هيسالني عليها ازاي في الامتحان؟ من سنتين وفي اخر السنه الراجل الممتحن الله يكرمه جاب سؤال يطول في عمره، جاب سؤال وقال لك ديفاين يعني ايه ليتنسي اوف فايرال انفكشن، واذكر مثال لترو ليتنسي او كومبليت ليتنسي. فاللي كتب الايدز كمثال او الاتش اي في كمثال حصل له غلط، كان عليها درجتين، درجه على الديفينيشن ودرجه على المثال. اكيد كله قال الديفينيشن صح، الليتنسي هو ان الفيروس يقعد دورمنت او ليتنت جوه سبيشال سيلز او سيرتن سيلز وزها وز فليرنج اب زي ما قلنا انترميتنتلي، يعني كل شويه كده ينشط ويرجع يستخبى، ينشط ويستخبى. والمثال الاقوى في المنهج لترو ليتنسي هو الهربس فيروس، لكن هنا الاتش اي في. يبقى مثال لكلينيكال ليت، يعني لو انا عدت السؤال تاني قلت لك اديني مثال لكلينيكال ليتنت فيروس، يبقى الاتش اي في هو المطلوب. ليه؟ الفيروس بيريبليكيت اه لكن الاعراض متاخره، يبقى الليتنسي هنا في ظهور الاعراض مش في عمليه الريبليكيشن نفسها. تاني بعد الاكيوت هيف انفكشن ما بتحصل بتبقى فولد باي ان اكستندد بيريد اوف كلينيكال ليتنسي، رغم اهو بص كده ديسبايت ان الفيروس بيعمل كونتينوس ريبليكيشن في الليمفويد اورجانز، لكن الاعراض متاخره يعني مفيش مانيفستيشنز، يعني ذيس از نوت ا ترو ليتنسي، مش كومبليت ليتنسي، دي كلينيكال ليتنسي. واستغلوها الكلمه دي في احد اسئله الام اس كيو، قال لك ريجاردنج الاتش اي في فيروس اول ذا فولوينج ار كوريكت اكسبت، السؤال ده في الورق اللي معاكم اوريدي اللي اتوزع عليه. ها اول ذا فولوينج ستيتمنتس ار كوريكت اكسبت، الورق اللي معاكم الام اس كيو اللي خدتوه في القسم في الاجزاء اللي داخله في امتحان نص السنه، يعني في الهيباتيتس والاتش اي في والاستاف في فوليوم 2 وفوليوم 3 في امثله اسئلته، ده كان سؤال من اللي في الورق اهو. ان الفيروس اللي اسمه ريترو فيروس او الاتش اي في از كاركترايزد باي اول ذا فولوينج اكسبت، والجمله اللي كانت غلط كانت جمله سم برضه قوي، يقول لك ان الفيروس از كاركترايزد باي ترو كومبليت ليتنس. فاللي مش منتبه للفرق بين كلمه ترو او كومبليت ليتنس وكلمه كلينيكال ليتنس مش هيعرف ان الجمله دي غلط. ارجو الانتباه ايها السيد. طيب ممكن الليتنس يستمر 7 سنين 8 سنين اب تو 10 سنين ممكن،
طب ده بيعتمد عليه على الفيروس تايب. مش فاهم يعني ايه الفيروس تايب؟ مش قلنا فيه هيف 1 و 2 وهيف 1 الليتنس بتاعته شورتر وهيف 2 الليتنس بتاعته اطول؟ يبقى الفيروس تايب ادي واحد الاميون ريسبونس بتاع المريض و بستخدم علاج انتي فايرال او انتي ريتروفايرال ايجنتس ولا مع استخدام علاج واميون ريسبونس قوي وفيروس من النوع اللي اسمه هيف 2 الليتنس تطول قوي وتقعد لها 10 12 سنه مثلا في حالات الكورد اب تو 15 سنه يقعد ليتر. لكن مع هيف 1 وما حولناش علاج والاميون سيستم بتاعت المريض كومبرومايزد ابشر بليتنسي فيري شورت 5 6 7 10 سنة. ما هي اسباب الكلينيكال ليتنسي؟ خدوا بالكم ده سؤال جاي جيف ريزون بس ايام ما كنا بنجيب اسئله ريتن. طب يبقى دلوقتي يجي ايه؟ يجي ام اس كيو. اقول لك all the following are causes of clinical latency except one of the following is a cause for clinical latency. بعضكم مش فاهم السؤال. هو clinical latency معناها ايه؟ ان الفيروس بيريبليكيت صح؟ طب وانت لسه في السلايد اللي قبله في الاكيوت فيز قايل ان في immune response بيحصل. فكأن السؤال هنا بص هقول لكم السؤال بطريقه ثانيه. كان السؤال رغم ان في اميون ريسبونس ليه الفيروس ما اتقضاش عليه؟ ليه قاعد ليتنت؟ هقول لكم السؤال بطريقه ثالثه. يعني ازاي الفيروس قدر يسكيب الاميون ريسبونس اللي اتكلمت عنه في الاول؟ لان بعضكم لاحسن البعض يفتكر ايه؟ ان ايه الكوز اوف كلينيكال ليتنسي؟ يقول لك ان الفيروس بيريبليكيت لكن لسه كانه بيديفاين. الفيروس بيريبليكيت لكن مفيش مانيفستيشنز. انا مش بقول لك عرف الكلينيكال ليتس، انا بقول لك ايه اسبابها. طب اكتب بين قوسين يعني اللي هو الاسكيب اوف ذا فيروس من الاميون سيستم. ازاي الفيروس بيسكيب الاميون ريسبونس؟ هو ده اللي مطلوب. الفيروس بيسكيب الاميون ريسبونس نتيجه لاربعه ديفرنت كوزز. واحد بصوا كده اهو الرابيد فيرال ميوتيشن. مش لسه قايلين ان الجينز بتاعت الفيروس بتاندرجو ميوتيشن خصوصا الجينز بتاعت جلايكوبروتين 120 اه؟ فالفيروس كل شويه يعمل ميوتيشن يبقى بيهرب من الاميون ريسبونس. يعني على ما الاميون سيستم يعمل انتي بودي اجينست جلايكوبروتين 120 يقوم الفيروس يطلع جلايكوبروتين 120 بشرط يطلع انذر جلايكوبروتين ها ميوتيشن فاريانت. ادي واحد. اثنين قدرة الفيروس على انه يحول نفسه لدي ان ايه وينتجريت في الكروموسوم بتاع خلايا مختلفة. طب وانا هروح بقى اجيب الفيروس منين وهو عامل نفسه دي ان ايه ومتنكر وعامل انتجريشن هجيبه ازاي يعني؟ مش كده؟ يبقى هرب من الاميون سيستم. يعني الاميون سيستم هيروح يدور على دي ان ايه وفي اي خلية؟ مش هيعرف. طيب الحاجة الثالثة الفيروس لئيم لما بينتجريت نفسه في حتة في الكروموسوم يوم بيحط نفسه جنب الجين اللي مسؤول عن ال MHC class 1 لهذه الدرجه اللؤم. بصوا يا شباب الفيروس دخل جوه الخليه عمل انتجريشن يوم يحط نفسه جنب الجين المسؤول عن ال MHC class 1. يعني في الصوره دي المفروض ال MHC class 1 الخليه بتحط MHC class 1 على سطحها باعتبارها خليه نيوكليتد صح؟ طب ما لو حاطط MHC class 1 على سطحها وشويه كمان وراحت حاطه الانجن بتاع الفيروس يبقى كانها بتستنجد الحقوني انا انفكتد مش كده؟ طب ما هو لو جيت تي سايتوكسيك وقتلوا الخليه دي وهو الفيروس لسه ما كملش الريبليكيشن بتاعه يبقى الفيروس اتقضى عليه. يقوم الفيروس من لقمه يعمل ايه؟ يجي الجين اللي مسؤول عن MHC class 1 يجي يشتغل يقول له يا راجل مستعجل على ايه؟ احنا قاعدين مع بعض. تعالى احكي لك انا وصلت هنا ازاي. تعالى استنى بس يبطل ان كلاس 1 ام اتش سي يشتغل يوم كلاس 1 ام اتش سي على سطح الخليه يبقى اقل ما يمكن يبقى البرزنتيشن التارجتنج ان انا اعمل من نفسي خليه انفكتد بقى في مشكله بقى في عين الخليه مش قادره تستنجد تقوم ما تتقتلش يوم الفيروس يكتر ويعمل الريبليكيشن بتاعه براحته ويكسر الخليه ويخرج منها هو. يبقى الفيروس بيداون ريجوليت داون ريجوليت يعني بيقلل كلاس 1 ام اتش سي اكسبريشن يقوم ده يمنع الريكوجنيشن بتاع الانفكتد سيلز بسهوله. السبب الرابع ان الاميون سيستم مش قادر يتغلب على الفيروس. ايه؟ هو الفيروس قاعد جوه التي هيلبر سيلز. يعني انت ايه؟
عارف لما زي مثلا ايه عدو يتسلل ويخش جوه مكان ويحتفظ برهائن، الفيروس تسلل ودخل جوه تي هيلبر سيلز مهمين جدا للميون سيستم، يبقى انت في حيره من امرك اعمل ايه؟ ازاي اضرب الفيروس من غير ما اصيب الرهائن؟ ما الرهائن هي الخلايا المهمه بتاعتي دلوقتي. طب هضرب الرهائن بالفيروس ما انا خسرت. هسيبه ما اضربوش، ما هو اللي هيقتل الرهائن. فالقصه بقينا في حيره من امرنا، وده اللي بيحصل. بصوا بقى بيحصل لوس اوف تي سيل ريسبونس، لان هو عمال يكسر في التي لينفوسايتس، ولو انا حبيت احاربه يبقى انا كمان بعمله اللي هو عايزه، بكسر في التي هيلبر سيلز وبستهلك وبستنفذ وبتعب التي سيل التوكسيك. يعني مع الوقت تلاقي الاميون سيستم حصل له نوع من الاكزورشن، يعني الاميون سيستم غلب التي سيل التوكسيك، شقيت معانا، وحتى ناتج الشقه دوت انها بتضرب في التي هيلبر. فشفتوا عارف يعمل ايه؟ عارف يوقع الخلايا في بعض، فاصبح عندي الاميون سيستم بعافيه شويه مش قادر يشتغل. يبقى الفيروس عرف يهرب من الاميون سيستم للاربع اسباب دول، نقولهم تاني عشان بيجوا ام سي كيو كتير. واحد انه قدر يعمل ميوتيشن، اثنين انه عمل انتجريشن للدي ان ايه كوبي اللي عملها جوه الكروموسوم. معلش يا مهن اسفين والله على هذا السحر. قدر يعمل انتجريشن جوه الكروموسوم. ثلاثه بيقلل الاكسبريشن بتاع الام اتش سي كلاس 1. أربعة التي هيلبر بيتضربوا والتي سيل توكسيك بيستهلكوا، فللأسف الإيميون سيستم بيحصل لوس أوف إيميون ريسبونس. بالظبط كده. المرحلة الثالثة بقى اللي اسمها إيدز، أوعى تسمي الهيب إنفكشن من أول ما دخل الجسم. اسمعني، أوعى تسمي، أوعى يغرك الجسم، أوعى تسمي الهيب إنفكشن إيدز من أول القصة. اول مرحله اسمها اكيوت هيف سيندروم او اكيوت ريتروفايرال سيندروم او اكيوت هيف انفكشن. تاني مرحله اسمها كلينيكال ليتنسي، بتقعد من 7 ل 10 سنين زي ما قلنا. فين 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 يا كريم؟ فين بعد 7 10 سنين بقى؟ طب وايه اللي خلانا نقعد المسافه دي كلها؟ الفيروس عمال يكسر في تي هيلبر سيلز جراديولي، ويقلل في عددهم جراديولي. من شويه اسلام مشكورا قال لك عدد التي هيلبر النورمال في جسمك يتراوح من 800 ل 1200، صح؟ الفيروس محتاج وقت قد ايه عشان يوصلهم ل 200؟ 200 بس، لربع العدد يعني او سدس العدد. محتاج 7 ل 10 سنين. يبقى بصوا كده يا شباب، قداح مره ناس ورا مشغولين بايه؟ الايدز انكيوبيشن اهو، عشان يحصل ايدز بتاخد من 7 ل 10 سنين. والسر في هذا ان نورمال عدد التي هيلبر في جسمك يتراوح من 800 ل 1200 خليه بير كيوبيك مليمتر، يعني بير اتش مليمتر اوف بلاد. الفيروس محتاج يوصلهم ل 200 خليه بس عشان يبقى الاميون سيستم بتاعك تم القضاء عليه. طب وبعدين؟ ولما الفيروس ينجح في هذا، يعني اصبح انت بتفتقد للتي سيل ريسبونس. طيب ومش معظم الانجنز اللي في الدنيا تي سيل ديبندنت؟ يبقى كمان افتقدت البي سيل ريسبونس. رغم البي سلام يا اولاد. وده احيانا ده مره جات سؤال، علم ليه لما يحصل افكشن للتي سيلز تلاقي دايما في كومبايند افكشن للبي والتي مع بعض؟ لان معظم الانجنز اللي في الدنيا تي ديبندنت. فانت لما تضرب التي يبقى البي كمان اتحرموا من الهيلب بتاع التي، صح؟ هي مش التي هيلبر 2 هي اللي كانت هتساعد البي؟ طب لما ضربت التي هيلبر سيلز يبقى المساعده بتاعت البي اتحرمنا منها. حلو. يوم العيان يجي له ايه؟ هل الاتش اي في فيروس بقى نفسه يقول لك بس اديني خلصت على المناعه، يلا بقى موت العيان؟ الاتش اي في فيروس فيروس عبيط ما يعرفش يقتل. يعني ايه؟ يعني مش هو هيبقى الكوز اوف ديث. امال الكوز اوف ديث هيبقى اهو، يا اما العيان يجي له انفكشنز، يا اما يجي له تيومرز، يا اما يجي له نيورولوجيكال مانيفستيشنز زي ما احنا اتفقنا السي ان اس بيبقى انفولفد هو كمان. مريض الايدز الثلاث اعراض الاساسيه عنده يا انفكشنز يا مالجنسي يا نيورولوجيكال مانيفستيشنز. واشهر مالجنسي هتاخدوه الكابوشي ساركوما اللي بيصاحب الايدز، وهتاخدوه بالتفصيل في الباثولوجي ان شاء الله.
وهم هيقولوا لكم هتبقوا تسمعوا عنه في المايك ان شاء الله، وانت هتسمع عنه في الكشك اللي تحت ده ان شاء الله. حاول ادعو عن الكشك ده قريب السجاير وكابوشي سنه. يا شباب تاني، المرحله الثالثه هي اللي اسمها ايدز. اوعى تخلط بين هيف وايدز، اوعى تخلط بين هيف وايدز، حيث الهيف هو الاكيوت ريترو فايرال او هيف انفكشن. يمر بقى بعد كده بمرحله ليتنسي تستمر اب تو 10 سنين، في اخرها لما التي هيلبر يوصلوا الحد الادنى 200 خليه بير كيوبيك مليمتر، هنا يبدا مرحله الايدز اللي فيها العيان هيعاني من انفكشنز او مالجنسيز او نيورولوجيكال مانيفستيشن. السؤال بقى ام سي كيو اللي مش بيركز بقى، الاتش اي في all the following are oncogenic viruses except. all the following هذكر لك خمس فيروسات بيعملوا تيومر او اربعه بيعملوا تيومر، ها واحط فيهم الهيف. يعني الهيباتايتس بي اونكوجينيك بيعمل هيباتوسيلر كارسينوما مثلا، البابيلوما فايروس بيعمل هيومن بابيلوما مثلا، مش عايز بس اقول لك اسامي. الهيباتايتس سي ار بيعمل هيباتوسيلر كارسينوما. الاتش اي في واحد لك اهو كابوشي ساركوما، وبعدين يخرج يجي يقول لك هو الاجابه دي انا شايف الخمسه فيروس كانوا بيعملوا تيومرز، هي الاجابه انا فيهم اصل انا اخترت اي واحد بقى لما ما عرفتش. اقول له الاجابه الاتش اي في ما هوش اونكوجينيك، ما بيعملش تيومرز. يوم فاتح الكتاب شاور بقى على اهو يا عم ايه بقى ما بيعملش تيومرز، ما الكتاب قايل انه بيعمل تيومرز. مين يفسر ازاي بيحصل كابوشي ساركوما وارجع اقول ان الاتش اي في ما هوش اونكوجينيك؟ مش هو السبب في التيومر، امال نقص المناعه هي اللي خلت اي حاجه تحصل؟ هو الجهاز المناعي، الجهاز المناعي بيتصدى لاي خليه تبقى اب نورمال. يعني الجهاز المناعي ودي حاجه هنعرفها ان شاء الله في الترم الثاني وعليكم خير لو عرفتوا توصلوا للترم الثاني. الترم الثاني هناخد فيروس اسمه تشابتر اسمه تيومر ايمونولوجي. كل يوم في خلايا في جسمك بيحصل لها ميوتيشن وتبقى عايزه تعمل تيومرز. يعني احدى نعم ربنا علينا كل يوم تفتح عينك الصبح تلاقي نفسك ما انضمتش لعالم التيومرز، تبقى دي نعمه تستوجب الشكر. الاف الخلايا يوميا في جسمك بيحصل لها ميوتيشن. طب امال ليه ما بتمشيش في اتجاه انها تبقى تيومر؟ عشان في اميون سيستم انت نايم وهو صاحي يلقط اي خليه اب نورمال ويخلصك منها اول باول. ناتشرال كيلر وتي سايت توكسيك وخلافه. زي العس الليلي كده، زي طول الليل يلفوا في جسمك اي خليه فيها ميوتيشن يدمروها وبتصبح الصبح معافى زي الفل ما عندكش تيومرز، مش كده؟ طيب لحظه بس، يعني الايميون سيستم هو اللي مسؤول انه يحميك من التيومرز؟ نعم. طب لما الايميون سيستم ده الاتش اي في يوصلك لمرحله ايدز ويبقى الايميون سيستم انعدمت استجابته بقى خلاص، تبص تلاقي نفسك اي خليه يحصل لها ميوتيشن مفيش اللي يتصدى لها، يبقى انت ممكن تبقى عرضه للتيومرز بس الفيروس في حد ذاته مش هو الاونكوجينيك، مش هو اللي عمل الميكانيزم اوف تيومر ديفلوب. ادي المقصود، يبقى الاتش اي في ما هواش اونكوجينيك رغم ان ممكن يحصل تيومرز في وجود الاتش اي في انفكشن. امال ايه اشهر اوبورتونستيك انفكشنز ممكن تصيب مريض الايدز؟ حدث ولا حرج. حدث ولا حرج يعني ايه؟ يعني فانجل انفكشنز، ودول اشهر ثلاثه على فكره. نوع من الفطريات، وبقول فطريات عشان في الباره هيقولوا لكم ده بروتوزوا، قالوا عليه بروتوزوا واكتشفنا انه فطر فبدانا نروح انه فطر، وفي بقى ناس حكمنا ناس، ففي ناس قال لك انكلاسيفايد يعني عشان ايه يعني ما يزعلوش حد منهم. لكن المهم حتى في الباره كانوا مسمينه نيموسيسس كارينياي، هتسمعوا الاسم ده في الباره، نيموسيسس كارينياي. فاحنا حتى اكتشفنا ان الكارينياي ده بيصيب الفئران، لكن النوع اللي بيصيب البني ادمين اتسمى على اسم العالم اللي اكتشف الفرق دوت. اسمه نيموسيس جيروفيتشي. جيروفيتشي الله يرحمه. الحمد لله. هو اسمه جيروفيتشي. الله يرحمكم الله.
فهذا الجيروفيتش اكتشف ان النيموسيسس بتعمل نيمونيا تنتهي فيتالي. كريبتوكوكس ديفورمنس فيروس تاني ممكن يصل للمينينجيز ويعمل فانجل مينينجايتس تبقى فيتال. الكندا اللي موجوده في الاورال كافيتي والفاجينا والانتستين اندر نورمال كونديشن لما تلاقي المناعه قلت تنشط وتعمل اورال فراش وفاجينا كانديديزس فاجينال كانديديزس وخلف. مين من البكتيريا اللي ينشط ويعمل انفكشن مع الايدز واللي هو لاعب امريكا واوروبا؟ التيوبركلوزس. معظم الناس اتعرضوا للتي بي. على فكره بقى التي بي مش بيعتمد ان الدوله ديفلوبينج ولا مش ديفلوبينج. الامراض الديفلوبينج دي الامراض اللي بتنتقل اورال، لكن الامراض اللي بتنتقل باي دروبليت. لو واحد عنده تي بي وراح امريكا وكح يعني هناك، اروح اكحلهم والله. واحد يروح يكحلهم هناك كلهم هياخدوا الانفكشن باي دروبليت. فكل الناس في امريكا واوروبا عندهم التي بي دورمنت. طب لما يجي لهم ايدز يقوم التي بي ينشط اهو، يبقى بيخافوا من التي بي جدا في مرضى الايدز. والفيروسات اللي بتقعد دورمنت دورمنت حقيقيه بقى، عيله الهربس اهو، دول افراد عيله الهربس. عندك رموز يمكن ما تفهمهاش دلوقتي. سي ام في يعني سايتوميجالو فيروس، اتش اس في يعني هربس سيمبلكس فيروس، في زد في يعني فاريسيلا زوستر فيروس. دول ثلاث افراد مختلفين من عيله الهربس اساسا هم دورمنت. فلما يحصل ايد والعيان مناعته تقل دول يحصل لهم ري اكتيفيشن مره ثانيه. How to diagnose HIV اش اخر حاجه في حصتنا، مش هنخلص الشابتر بس هنخلص الدياجنوزس. لا هنوقف تريتمنت والبريفنشن هنقوله فاكرين الهيباتايتس بي كان فيه فوازير ازاي؟ اوعدكم بفزورتين في امتحان نص السنه. لا مش انا اللي بحط الامتحان، بس هو دايما ده الرول القانون كده. فزوره عن هيباتايتس بي، لحظه، فزوره عن هيباتايتس بي وفزوره عن الاتش اي في لازم يجوا في نص السنه، هتشوفوا دلوقتي. لان فوازيرنا لذيذه وبتعرف الطالب اللي فاهم بقى. بس في الدياجنوزيس اوف اتش اي في انفكشن الاول، بس خالد صلاح كنت عايزني في حاجه. طب معلش انا مش سامعك كويس وارجو تاجيل الاسئله بس ثواني. يا مره يا داع يا كريم يا اهل الله يا مايك يا كله، تعالوا نروح ازاي بنشخص الاتش اي في انفكشن. في حاجه اسمها ستاندرد بروتوكول لازم اتبعه. يبدا بان انا اعمل ايه؟ بدور على انتي بودي انزبيشن سيرم ضد الفيروس. بدور على انتي بودي ازاي؟ فاكرين هيباتايتس سي لما شرحتها لكم اخر مره قلت لكم ايه؟ هيباتايتس سي. افكركم شركات المستحضرات المعمليه بيعملوا ايه؟ بيجيبوا الفيروس كويس ويكسروه حلو، ويا مره ركز يا مره يلزقوا الانجنز بتاعته اهي على شريط فلتر بيبر كده معمول من خامه اسمها نايترو سيلولوز. تاني شركات المستحضرات المعمليه بيعتبروها بيزنس. قال ايه؟ عايز يوفر يعني عليا وقت ومجهود، حلو، وهو يكسب، ماشي، مفيش اختلاف، كلام الكل بيستفيد. يقوم يجيب الفيروس سواء قلناها في الهيباتيتس سي وهنا اهو في الاتش اي في، يجيب الفيروس ويكسره ويلزق محتويات الفيروس بالانجنز بتاعته، تلاقي الكوبروتينز والبروتين اربعه كل الانجنز على بعضها كده، يروح لازقها على شريط فلتر بيبر ويبيع للشرايط دي، يحط كل مثلا عدد معين من الشرايط في علبه ويبيعها لي. حلو، انا رحت اشتريت الايه؟ الشرايط دي، جالي مريض، سلام عليكم وعليكم السلام، عايز اعرف عندي اتش اي في او ايدز ولا بس كده حاضر، هات عينه سيره. ركزوا يا اولاد بقى، بص حط الشريط ده يا دكتوره، حط كانه شريط من بتاع اللي هو ايه السكر بتاع اللي بنعمله في البول الصبح ده، ها حط شريط في السيرم بتاع العيان. اتاري العيان عنده انتي بوديز اهي، راحت ماسكه
في الايه في الفايرال انجنز اللي انا لازقها على الشريط. اعمل ووشنج ما تقعش انت بودي فضلت لازقه صح. اروح جايب انتي بودي، قلت لكم الحصه اللي فاتت يعني ايه انتي بودي، يعني انتي هيومن جلوبولين، يعني انتي بودي انا محضرها ضد الانتي بوديز بتاعت البني ادمين. محضرها ازاي؟ هات الاي جي جي بتاع البني ادمين احقنه فار، الفار يعتبر الاي جي بتاعتك انتيجن، يكون ضدها انتي بودي همثله باللون الاحمر ده. هات الانتي بودي اللي انت حضرته في الفار ده اللي اسمه دلوقتي انتي بودي او انتي هيومن جلوبولين او انتي اي جي جي، والزق عليه انزايمر على الاف سي بورشن بتاعته، بنلزق انزايم. حلو، دلوقتي جبت الشريط السيرم بتاع العيان، حطيت الشريط في السيرم، الانتي بودي اللي عند العيان اللي باللون الاسود دي راحت لازقه في الشريط. حلو، مسكت في الانجن. هات بقى انت الانتي بودي ها وحطهم على الشريط، يقوم الانتي بودي يمسك في الانتي بودي، والانزيم ها شابك في الاف سي بورشن بتاعت الانتي بودي اهو. يعمل ووشي مفيش حاجه تقع. حط السبستريت اللي الانزيم ده بيشتغل عليه، تبص تلاقي لون، تلاقي البند ده كده لون. الله، يبقى ده اسمه إلايزا تكنيك. ادي معنى كلمه إلايزا بشكل عام يا اولاد. إلايزا تكنيك هو انزيم اميونو اسي، ركز معايا، يعني انتجن انتي بودي رياكشن، ها بستدل على وجود واحد منهم بان يحصل كلر ديفلوبمنت. ركزوا، انا قربت اخلص، ركزوا بس. انتجن انتي بودي رياكشن بستدل على وجود انجن او انتي بودي على واحد منهم باستخدام الثاني، ها، وان انا ادخل انزيم في الشغل يديني كلر ديفلوبمنت. اهو حلو قوي. طب لو طلع نيجاتيف، المعلومه دي بقولها للمره الثانيه، الإلايزا بتاعت الهيباتيتس سي بتاعت الاتش اي في جود نيجاتيف تيست، يعني لو طلعت نيجاتيف يبقى العيان ما عندوش انتي بوديز، يبقى يلا مع السلامه مبروك. امال لو طلعت بوزيتيف يا ابرام، لو طلعت بوزيتيف اقول له بس استنى. العين هيبدا يتخض، يعني في الهيباتيتس سي كان بيتخض، وهنا يعني انا عندي ايدز يا دكتور، اقول له بس اصبر. التست ده احيانا بيدي فولس بوزيتيف، يقوم يقول لي ليه؟ اقول له قدر انك اتعرضت لاي ديزيز كان فيه بروتين يشبه واحد من البروتينز بتاعت الاتش اي في، يبقى حصل كروس رياكشن، يبقى عندك انتي بودي صحيح اتفاعل هنا. انا ما بقولش انك ما عندكش انتي بودي، بس الانتي بودي ده كان متكون ضد حاجه ثانيه تشبه الاتش اي في، ما احنا خدنا فينومينا اسمها هيتيروفيل فينومينا كروس رياكشن. يقول لي بس انت كده قلقتني يا دكتور، اقول له طب اصبر بس، اصبر ارتاح بس، بعد شويه اروح واخد منه عينه سيرم ثانيه. ده البروتوكول، معنى كلمه بروتوكول يعني في خطوات لازم اتبعها. اقول له معلش احتمال خطا فني ولا خطا، هاخد منك عينه سيرم ثاني واقسمها نصين، اهو عينه سيرم قسمتها نصين، يعني عملت منها حاجه اسمها دوبليكت، قسمتها نصين يعني كانك خليت العينه اثنين، واروح مدي ليوسف انبوبه من دول سيرم بتاع العيان، ولحسام الانبوبه الثانيه، واقول لهم انتوا اثنين شخصين مختلفين اهو، برضه عشان مش نفس الشخص. انا لو عندي مشكله بيرسونال، شخص بيعمل خطا ما ويطلع المشكله، يبقى انا كده اخدت نمره واحد عينه ثاني ماشي، نمره اثنين قسمتها على شخصين، وهم يعملوا برضه الإلايزا بنفس التكنيك الرخيص ده. نعم، فلو طلعت نيجاتيف يبقى كان في المره الاولانيه خطا ما، لكن قدر واحده من الاثنين دول او الاثنين ستيل طلعوا بوزيتيف، يبقى ده اسمه ريبيتدلي رياكتيف، يعني الإلايزا طلعت بوزيتيف ها وعدتها كاني عدتها مرتين طلعت بوزيتيف او واحده منهم بوزيتيف، او يبقى الريبورت بتاعي ان العيان ده في السيرم بتاعه ريبيتدلي رياكتيف، العيان يقلق اكتر. يعني يا باشا كده عندي اتش اي في، اقول له يا عم استنى بس اصبر عليا، انا مضطر بقى اعمل لك تيست تاني بس اغلى قوي 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 عشان كده ما بداتش بيه. لا، فاكرين في الهيباتيتس سي كنت بقطع الشك بالريبا، هنا هقطع الشك بالويسترن، التيست ما اسموش ريبا اسمه ويسترن بلوك. بص بقى يعني ايه ويسترن، ويسترن يعني الشريط اللي على ايدك اليمين في الكتاب ده. ايه بقى الشريط ده؟ الناس اللي شغالين في المستحضرات المعمليه جابوا الانجنز بتاعت الاتش اي في المره دي، بس ايه ما حطوهاش كلها كده على بعضها، امال راحوا مفصلينها بالالكتروفوريسز الى
بص كده الشريط من فوق جلايكوبروتين 160 المولكيولا الرويت الاعلى اهو تحتيه الجلايكوبروتين 120 وبعدين في بروتين اسمه 66 وبروتين 51 ده الريفرس ترانسكريبتيز وفي جلايكوبروتين 41 وفي جلايكوبروتين 32 ده الانتجريز وفي جلايكوبروتين في بروتين 24 وفي بروتين 17 وفي اذر بروتينز كل بروتين يا دكاتره فصلوه سيبريتلي وحطوه في شكل باند يعني الشريط اهو شريط برضو عادي من ماده اسمها نيتروسيلولوز بس كل بروتين وكل انجل من بتوع الاتش اي في محطوط سيبريتلي بعيد عن التاني مش كله على بعضه بقى بعبل وكده زي ما بنقول بس غالي قوي لانه كلفهم انهم يجيبوا ماده النيتروسيلولوز ويجيبوا الاتش اي في فيروس ويفصلوا الديفرنت بروتينز بتاعته بالكتروفوريسز تكنيك صعب وغالي اسمه ويسترن بلوت فالشريط ده يكلفني يعني بدل ما الشريط ده كان بيكلف 10 15 جنيه هات يا عم 300 400 جنيه شفت الفرق بقى طب ماشي هات بقى الشريط بتاع الويسترن ده واعمل نفس التكنيك حطه في السيرم بتاع العيان حلو بصيت لقيت مفيش ولا باند بعد ما خلصت التست كله ولا باند ادى لون ابشر يا عم الحمد لله طلعت نيجاتيف مبروك عليك طلعت نيجاتيف طب ما عملتوليش ليه من الاول ما هو غالي وبعدين اصلا الايزا برضو جود نيجاتيف يعني لو كنت طلعت الايزا نيجاتيف من الاول كنت خلاص وفرت عليك التعب والفلوس لكن انا اضطريت اروح للويسترن لما الايزا طلعت ريبيتدلي بوزيتيف طب الحمد لله اطمنا مفيش ولا باند ملون يبقى انت راجل نيجاتيف طب في ثلاثه باندز او اكتر بالله عليك قول لي يعني لو كان في تشابه بين انجل هنا عند الـ HIV وانجل في اي حته في الدنيا هل هتصادف ان يبقى فيه زي ما بنقول كده القاعده والحكمه اللي بتقول الصدفه لا تقبل التكرار هل هتصادف يبقى عندك ثلاثه انتي بوديز ضد ثلاثه سبيسيفيك انجلز مختلفين اذا ثلاثه باند يلونوا او اكتر اعتبره بوزيتيف طب لو بينك بين بقى باند او اتنين يا ده عيان بقى رخم ايه ده تمسك العيان بقى نفسك ايه يا عم اسمك انديترمنت يعني ايه يعني ما زلت مش قادر اخد فيه القرار انديترمنت يعني لسه مش اكيد طب الحل ايه تجي لي بعد شهر يا اما اعمل لك تيست تاني خالص غير ان انا ادور على انتي بودي اهو يا تجي لي بعد شهر اعيد التيست نفسه يا هعمل لك اختبار اخر مكلف برضه ما انت هتقول لي ما عملتوش ليه من الاول اختبار اخر مكلف اعمله لك دلوقتي كبديل او تجي لي بعد شهر لو العيان استمر ست شهور بيدي باند واحده او اتنين باند بس يبقى الانتيبولي ده اكيد اكيد ريليتيف يبقى اكيد مش اتش اي في بس برضه محتاج اطمن بتست اخر اصل لو اتش اي في اللي هيقعدوا ست شهور ما كونش غير 1 او 2 انتيبوديز بس ضد كل هذه المجموعه من الانجلز اللي موجوده عند الفيروس يبقى اكيد لو كنت صبرت عليه كان زمانه كون ثلاثة أو أكتر أنتيبوديز، لكن كونه لسه ما عندوش غير 1 أنتيبودي أو 2 تبقى دي أكيد حاجة ها مش ريليتد للفيروس، بس عشان أحلف لازم أعمل اختبار آخر. تعالوا معلش كأني هراجع تاني عشان لو حد فاته حاجة. يبقى أنا الهيف أنتيبودي سكرينينج تيست بيتعمل بطريقة اسمها ستاندرد بروتوكول. الأنتيبوديز بتبدأ تبقى بوزيتيف عند مريض الـ HIV بعد 3 أسابيع من الإصابة بالإنفكشن. يا دكاترة يا دكاترة يا دكاترة يا دكتور يا اللي بتتكلم الهيف يدي لك انتي بودي بوزيتيف بعد 3 اسابيع من الاصابه طب قدر واحد اصيب النهارده ولسه 3 اسابيع لسه الانتي بودي ما تكونش اسمي المرحله دي ايه؟ واحد النهارده جاله الاتش اي في اخد بلاد ترانسفيوجن ولا اتعرض النهارده والانتي بودي لسه هيظهر بعد 3 اسابيع من دلوقتي لحد ما يظهر الانتي بودي اسميها ايه؟ اسميها ايه؟ اسميها ويندو ويندو المسافه اللي لسه واحد اتعرض للانجن ولسه ما كونش انتي بودي اسميها ويندو فيز او اقول مرحله السيرو كونفرجن لسه ما تحولش لانه يبقى بوزيتيف في الانتي بودي طيب الفرق بينها وبين الانكيوبيشن لا لا انا بتكلم ان في اعراض من اول ما الاعراض ظهرت وتشخص عينه اوريدي عنده انفكشن مش انكيوبيشن بيريد من اول ما الاعراض ظهرت عند المريض يعني قلت ده مريض اتش اي في انفكشن اهو لحد ما يتكون انتي بودي تاخد لها 3 اسابيع الفتره اللي قبل الاعراض دي اللي كان اسمها انكيوبيشن بيريد بص يا ولاد معلش
أرجو التركيز، ركزي يا مونيكا، ركزوا يا شباب عشان الحته دي مهمه قوي. المرحله من اول ما الشخص بدا الاعراض ممكن يقعد 3 اسابيع لسه الانتيبودي نيجاتيف، بيقولوا عليها ويندو او لسه سيرو كونفرجن. المرحله دي في الهيباتيتس سي كانت قد ايه؟ طبعا كنتوا مشغولين بامتحان امبارح، ما حدش ذاكر الحصه اللي فاتت، كانت 6 شهور. كان في 6 شهور عند الهيباتيتس سي بنسميها سيرو كونفرجن او ويندو. نهدى بس، والله العظيم كل الكلام ده والارقام دي مواضع اسئله، وانا مش عايز اقول لكم ان انا عرفت درجاتكم كلكم، مش عايز اقول ان جاست 50% منكم، نصكم بس اللي جايب من 9 فيما فوق لحد 10، والنص الثاني للاسف اقل بقى من 9. في ناس وصلوا لدرجه 3 من 10، وعرفت السبب ان معظمكم. طبعا انا لما قلت هنعمل حصص للعملي واللي فيكم مكتفي وبيحضر السكشن، انا كنت واضح وصريح، اللي مكتفي يعني اللي بيحضر السكشن وفاهم وبيذاكر، فيمكن اللي حضروا معايا عملي وشافوا عدد محدود اللي جه حضر عملي، معظم اللي نقصوا في اسئله العملي نقصوا. هو دي حاجه تطمني على ان شاء الله، يعني ان المستوى النظري كان معقول وانكم بتلقطوا من وفاهمين ماشي يعني ده. لكن إذا كنت عرفت إن في 5 درجات على العملي، طب لو أنت محتاجني ما جيتش ليه؟ وعملنا ريفيجن وعملنا وعملنا وعملنا، ألاقي إن معظم الدرجات ناقصة في العملي ليه؟ ها؟ فأرجو التركيز. أنا حذرتكم من امتحانات الـ MCQ، محدش، ثانية يا دكتور، كلام مهم اللي جاي. حذرتكم من امتحانات الـ MCQ ومحدش ركز. ما اسهل ان اجي اقول لك الويندو فيز في حاله الهيباتيتس سي بتبقى 3 اسابيع ولا 6 شهور ولا شهر ولا كام؟ ما في ارقام بقى، كل تفصيله تبقى مهمه عشان الام سي كيو، كل تفصيله هتبقى مهمه عشان الام سي كيو. طيب يلا عشان نخلص، بصوا السكيم دوت، طبعا كله هيصور اهو، يلا يا شباب ورا بليز. الانيشال سكريننج لو طلع نيجاتيف من اول مره نون رياكتيف يبقى هيب نيجاتيف، يبقى العيان ما عندوش اتش اي في انفكشن. لو طلع رياكتيف في اول سامبل بنريبيت ان دوبليكيت، يعني ناخد سامبل اخرى ونقسمها نصين. لو طلع بوزيتيف فايذر اوف ذا دوبليكيت في واحده او في الاثنين هعتبره ريبيتدلي رياكتيف، وهنا هضطر اروح اعمل يبقى كونفيرمد بالويسترن بلوت. ادي السكيم بتاع الستاندرد بروتوكول، لسه السكيم بتاع الويسترن واحده واحده. ده اول سكيم بتاع بدايه الستاندرد بروتوكول، اللي ما انتبهش يركز تاني من كتر هقول لك فوازير دلوقتي على الستاندرد بروتوكول. يعني ممكن الممتحن يجي يقول لك ايه حاجه اسمها كيس انتربريتيشن يا اولاد، يعني تفسير حاله، بتقرا ريبورت من المعمل يقول لك واحد طلع ريبيتدلي رياكتيف بالاليزا للاتش اي في انفكشن وعمل ويسترن طلع نو بانز، مفيش بانز، ده يبقى ايه؟ نيجاتيف فور اتش اي في انفكشن على طول، طلع 1 اور 2 بانز يبقى انترميديت اهي كيس اهي. طب طلع 3 بانز او الويسترن طلع بوزيتيف يبقى كونفيرمد از هيف بيشنت. شفتوا الفوازير؟ طيب نبص بقى، روح تعمل ويسترن بلوت. الويسترن بلوت بيبقى مور سبيسيفيك عن الانلايزا. بص كده السكيم بتاعه، بعمل ويسترن ما طلعش ولا باند بوزيتيف يبقى نيجاتيف خلاص، طلع 3 اور مور بانز ابير يبقى سوليد ايفيدنس ان عنده اتش. يا مره يا قداح، سوليد ايفيدنس ان عنده اتش اي في انفكشن، طلع 1 اور 2 بانز بس يبقى ده انديترمنت، يعني ممكن الانتي بودي ريسبونس يبقى انكمبليت. اصبر عليه شهر وعيد او اعمل انذر تيست زي النيوكليك اسيد تيستنج. سؤال امتحان غايه في الصعوبه، مين من البشر ما ينفعش معاه الستاندرد بروتوكول دوت؟ مين اللي ما ينفعش تدور فيه على انتي بودي ها في الاكيوت ستيج ضد الاتش اي في انفكشن؟
نيو نيت مين؟ هايل يا عمر ليه؟ لسه انا مستغرب عشان كده مستغرب ما جيتش 10 ازاي ها نعم النيونيت يا اولاد ممكن يكون واخد الانتي بودي من امه ما ينفعش تدور على انتي بودي عند النيولي بورن اللي شاكك ان عنده اتش اي في لانه واخد ماتيرنال ايمونوجلوبين جين طبعا اكيد هتقول طب ما ندور على الاي جي ام ما عندناش تكنيك ندور بيه على الاي جي ام اللي ضد الايد ما عملوش لسه نوع من الكيتس في السوق كوميرشالي ادور بيها على الاي جي ام اللي ضد الاتش اي في ما بنعرفش ندور غير على الاي جي جي بس فلو طلع عنده اي جي جي بوزيتيف طب ده بتاعه ولا جايبه من امه يبقى ما ينفعش تعمل التست ده عند النيولي بورن مين تاني ما ينفعش تعمله لا ده لازم تفهم انا لسه ده انا وجعت قلبي فيها ثلاث اسابيع قصه الثلاث اسابيع دي كنت بقولها ليه في الاكيوت ستيج من اول ما الشخص يبان عليه الاعراض ولمده الثلاث اسابيع اللي هو مرحله الويندو لان انا عارف ان اكيد لسه الانتي بودي ما ظهرش الحاجه الثالثه لو انديترمنت اهو واحد انديترمنت تعمل له سيرولوجي ثاني ليه ما دام مش واضح تستنى بقى ست شهور او تعمل تيست اخر يبقى ثلاث افراد الكتاب كاتب اثنين بص مش احنا في امتحان نص سنه هنجيب لك ام اس كيو وقد يكون فيه رسومات وتعمل ليبل ادي فزوره اهي اجيب لك الخمس صور دول ورقمهم 1 2 3 4 5 واقول لك الانديترمنت ريزلت بتبقى انهي في دول البوزيتيف انهي نمره كام النيجاتيف نمره كام وهكذا اهو القصه قد تبدو بالنسبه لك هايفه اهو انا ما اقصدش هايفه يعني ولو بدت بالنسبه لك هايفه تبقى حاجه كويسه مش وحشه لسه قايلين اليسا ادي اليسا اهي اليسا وتبدو هايفه ايه الحكايه انت تقصد ايه بالظبط يعني نبقى اليسا وهايفه ولا ايه ها كله صور خلاص بس خلاص ثواني بس ثواني انا اوسع حاضر ثواني هرجعها لكم تاني يلا عشان بس الناس اللي تعبت وزهقت دي فاضل سلايد واحد ونروح بص بس مين ناس ما تقدرش تعمل لهم سيرولوجي اهم ثلاث افراد الكتاب كاتب اثنين منهم بس من فضلكم يلا يلا اولاد الكتاب كاتب اثنين من الثلاثه بس انا بقول لك الثلاثه اهم السيرولوجيكال دايجنوزس ما ينفعش السيرولوجيكال دايجنوزس ما ينفعش في مين من الناس اهو الاكيوت هيف لان لسه ممكن يكون في مرحله ويندو او ما فيش سيرو كونفرجن في الهيف انفكشن في النيولي بورن في واحد عملت له اوريدي خلاص ستاندرد بروتوكول وطلع انديترمنت اعمله له ثاني ليه فيبقى دول الثلاث افراد اللي ما ينفعش اعمل لهم الستاندرد بروتوكول تاني. طب الحل ايه؟ لازم يكون عندك بديل، نعم. في اذر دايجنوستيك تيست. اروح ادور على الايه؟ على الانجن اللي اسمه بروتين 24. عايز حد فيكم جدع يقول لي امتى بلاقي البروتين 24 بوزيتيف وايه اهميته؟ ايه الاحباط اللي حصل لي ده؟ ايه الاحباط ده؟ ده انا بقول حد جدع وانا فاكر ان كلكم جدعان يعني ما شاء الله. امتى ادور على البي 24 كبديل للستاندرد بروتوكول؟ في الحالات اللي الستاندرد بروتوكول ما ينفعش فيها اللي هي اهمها الاكيوت ستيج. يبقى في الاكيوت ريتروفايرال سندروم اهو بيندكيت لما الاقيه يندكيت فايرال انفكيشن بلاقيه شورتلي افتر انفكشن لكنه بيرجع يتسبب لما الانتيبودي بيظهر. ده عكس الهيباتيتس بي ماركر ده كان الاس انجل هو اللي بيديسابير وبعديها الانتيبودي يبان صح؟ ليه؟ لان كان الاس انجل طول ما موجود كاتم على نفس الانتيبودي. هنا بقى الانتيبودي لما بيتكون هو اللي بيسحب الانجل ده الفرق. لما الانتيبودي يبان يا اولاد بيمسك الانجل يتفاعل معاه يبقى الانجل هيبدا يقل نظرا لوجود الانتيبودي. فيبقى لما الانتيبودي يبان ادور على الانتيبودي لكن من غير ما يبان ادور على الانجل يبقى ينفعني في الويندو فيز. ادي واحد. نمره اثنين السنترز اللي فيها بلاد ترانسفيوجن. اسمعوني بقى عشان دي مهمه قوي. لو سنتر لو انا عندي مركز بنك دم وناوي اخد بلاد دونيشن ما ينفعش ادور على الانتيبودي بس. اقدر خدت من شخص كان لسه في الويندو فيز يبقى لازم البي 24 يتعمل مع الانتيبوديز توجذر في بنوك الدم
في اي سنترز اكون ناوي فيها اعمل بلاد ترانسفيوجن. ده اهميه البي 24. كان ينفع اعمل بي سي ار؟ طب والبي سي ار عندي طريقتين، يا دور على الدي ان ايه البروفايرال اللي عامل انتجريشن في الكروموسومز، وهنا يبقى كواليتاتيف تيست مكتوب عندك، دي مهمه قوي. كواليتاتيف يعني ايه؟ جاست يس اور نو، بوزيتيف ونيجاتيف، لانه عامل انتجريشن، ما يهمنيش الكميه. لكن لو عايز تعرف الفايرال لود يعني كميه الفيروس في الجسم، تدور على الار ان ايه اللي موجود في السيرم، ده يبقى كوانتيتيف، ويقول لك الفايرال لود يعني كميه الفيروس عند العيان ده، ويدي لك فكره تعرف تمونيتور فيها العلاج نافع ولا مش نافع. ينفع ازرع الفيروس؟ ثيوريتيكال سبيكينج ممكن، بس انت ممنوع في اي معمل انك تزرع الهيف فيروس الا لو خدت تصريح. وزاره الصحه والجامعات والهيئات المسؤوله مش هتدي لك تصريح الا لو انت ناوي تعمل مركز يبقى اسمه سبيشاليزد ميديكال سنتر لتشخيص الايدز. ليه؟ عشان يبقى عارف ان هو ده المركز اللي ممكن يزرع فور ايدز، واروح اتشيك واشوفه بيتخلص من نواتج الزرع ازاي عشان ما يحصلش هازرز وسبريد للانفكشن. مش اي معمل مسموح له يزرع الاتش اي في فيروس. امكن زراعه الاتش اي في فيروس لكنه ريستريكتد لبعض المعامل اللي تصرح ليها باستخدام التكنيك ده. يبقى خد بالك، معلش عشان مره السؤال ده جه، الموست كومن ميثودز اللي بشخص بيها الايدز مش ممكن تكون ايزوليشن. مش الموست كومن كونفيرماتوري ميثودز ان اعمل الايزوليشن، لانها مش مصرح بيها في اي معمل، دي موجوده في بعض السنترز بس. اخر طريقه للدياجنوزس واخر حاجه في حصتنا، اعد السي دي 4 ل مش السي دي 4 لما اجي داخل على مرحله الايدز بيوصلوا لعدد 200، يبقى لو لقيتهم 200 او اقل يبقى ده انديكيشن ان المريض داخل على ايدز. او سؤال ليكم بقى، اعد السي دي 4 والسي دي 8 واشوف نسبتهم، هو نورمال نسبتهم كام لبعض؟ 2 ل1 صح؟ في مريض الايدز لما السي دي 8 يقعدوا زي ما هم والسي دي 4 يقلوا، ابص الاقي الاثنين لواحد دي مع الوقت تبقى اقل من واحد او تتعكس تبقى 1 الى 2. نكمل المره الجايه بكره والاعاده الخميس.